فيني. صباح الخير والجمال والأمل مشاهدينا في كل مكان، أهلا بكم حلقة جديدة وصباح دريم. النهاردة السبت 4 نوفمبر 2017، 9 صباحا بتوقيت القاهرة. أسعد بصحبتكم أنا مهموسة على مدار ساعتين ونص ناقش في تفاصيل وأخبار ومواضيع كتير جدا. وطبعا أهم حاجة هنناقشها النهاردة منتدى شباب العالم، النهارده 4 نوفمبر افتتاح منتدى شباب العالم برعايه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي. وي نيد تو توك. الحقيقه يعني بتحتضن هذا المنتدى مدينه السلام شرم الشيخ، وبيشهد منتدى شباب العالم حضور 52 وفد رسمي، وبتتضمن جلسات المنتدى 46 جلسه بيتكلم فيها 222 متحدث. النهارده عندنا حلقه متميزه جدا مع عده اخبار متنوعه في كافه المجالات. وفي فقرتنا الاولى طبعا زي ما متعودين دايما هنستعرض ابرز ما جاء في صحافه هذا الصباح، وهنناقش معاكم ابرز الاخبار على الساحه المحليه والاقليميه والدوليه. اما بعد فقرتنا الاخباريه وبعد استعراض اخبارنا هذا الصباح ومجموعه عفوا من التقارير، هنتكلم في موضوع مهم جدا. على فكرة احنا كنا يمكن ناقشنا قبل كده الدور الاجتماعي لبنك ناصر في كيفيات صرف النفقة يعني بعد الطلاق، نفقة الطفل، نفقة المطلقة، وأنواع النفقات بشكل عام، لأن هي بس مش النفقتين دول، هم أنواع نفقات كتير جدا. هيكون ضيف هذه الحلقة دكتور خالد ياكا، مستشار رئيس مجلس الإدارة والمشرف على قطاع نظم المعلومات ببنك ناصر الاجتماعي. هنعرف بقى إيه الموضوع وإيه الجديد في موضوع صرف النفقة كمان، لأن البنك بيقال إن هو اتفق مع الشركات المحمول إن النفقة بعد كده هتتصرف عن طريق الموبايل كخدمة، يعني موجودة على طريق عن طريق التليفون. ده تسهيلا برضو على السيدات اللي بيروحوا ياخدوا النفقات بتاعتهم في ازدحام شديد، وكمان ممكن يكون في استفسارات عن طريق التليفون. كل ده واكتر هنناقشه مع ضيفنا الدكتور خالد يكم، مستشار رئيس مجلس الاداره المشرف على قطاع نظم المعلومات ببنك ناصر. ومستنيه كل ارائكم، ولو حد عنده اي استفسار خاص بموضوع صرف النفقات ده يا جماعه يا ريت يكلمنا على ارقام تليفوناتنا اللي قدام حضراتكم على الشاشه، او على اس ام اس 1781. كمان تقدروا تتواصلوا معانا على مدار الحلقه على صفحتنا على فيسبوك صباح دريم بالعربي او بالانجلش. مره ثانيه بصبح عليكم وصباح جميل على كل بيشوفونا ان شاء الله، على كل شباب العالم اللي بيحضروا منتدى شباب العالم النهارده. منتدى الشباب معناه تبادل ثقافات، تبادل اراء بين شباب العالم، وفي مدينه السلام شرم الشيخ كل واحد هيستعرض رؤيته وهيقول رايه في قضايا مختلفه، في قضايا بتبقى قضايا خاصه بتهم كل يعني كل شاب في بلده او في مجاله او في مكانه، وفي قضايا بتبقى قضايا عامه خاصه بالشباب بشكل عام. يعني القضايا اللي هي العامه دي طبعا دي اللي احنا معنيين بيها اكتر كمان، ومعنيين ان احنا نعرف القضايا الخاصه اللي بتكون كل واحد فيها، برضو في حاجات احنا ما نعرفهاش والشباب من دول تانية ما يعرفوهاش، ففرصه رائعه للتبادل. 52 وفد رسمي هيشاركوا في منتدى الشباب العالم زي ما قلت لكم، ومنتدى الشباب العالم اللي بتستضيفه مدينه شرم الشيخ هيكون فيه وفود من دول زي توجو، موريتانيا، فلسطين، الجابون، تشاد، الامارات، الاردن، لبنان، السنغال، الجزائر، غينيا الاستوائيه، وتونس، واثيوبيا، وجيبوتي، والهند، واليمن، والامارات، والبحرين، والمغرب طبعا، والسودان، وموريشيوس، ورواندا، والصين، وزامبيا، والبوسنه، سريلانكا، العراق، طاجستان، ارجنتين، بيلاروسيا، ارمينيا، المجر، اليونان، كازاخستان، وفيتنام، ودول كثيره جدا. يعني وكل دوله طبعا بحضارتها وبثقافتها وبارائها خصوصا فيما يخص قضايا الشباب. بيشارك في المنتدى مجموعة كبيرة برضو من الشباب حول العالم من جنسيات مختلفة، والحقيقة كانوا متحمسين لمجيئهم لأرض السلام علشان يناقشوا القضايا اللي بتشغل العالم بشكل عام من وجهة نظر الشباب، ويطرحوا أفكارهم على العالم كله بكل حرية وبكل شفافية، عشان يكون المنتدى ده ملتقى عالمي تتلاقى فيه الشعوب المحبة للسلام والداعمة للبناء والداعمة للتنمية. بتتكامل في الحضارات وبيكون بمثابة منصة ل طبعا يعني الابداعات الشباب، وان هم يعلنوا عن هذه الابداعات.
في سياق متصل الحقيقة وصل جميع المشاركين الأجانب في جلسة نموذج محاكاة، محاكاة الأمم المتحدة بشرم الشيخ. وتفاصيل الموضوع ده بتقول وصل إلى مطار شرم الشيخ الجمعة امبارح كل الشباب الأجانب اللي بيشاركوا في جلسة نموذج محاكاة الأمم المتحدة. بيعقد نموذج المحاكاة ده على هامش منتدى شباب العالم بمدينة شرم الشيخ، وبيشارك فيه أكتر من 77 شاب من كل أنحاء العالم. هيتجمع الشباب المشاركين دول طول أيام المؤتمر الستة، يعني من النهاردة لغاية يوم 10، علشان يبحثوا ويناقشوا مختلف الموضوعات اللي بتحظى بالاهتمام العالمي برضو تاني من وجهة نظر الشباب، من خلال برضو مشاركتهم في هذا النموذج، نموذج المحاكاة اللي اتكلمنا عنه سلفا. هيتمكن هؤلاء الشباب من معايشة تجربة حية لما يختبره ممثلو الدول العربية، أو عفوا الدول في الأمم المتحدة بشكل عام، وذلك من خلال تمثيلهم لأدوار العديد من الدول الأعضاء بالأمم المتحدة. كمان هيتمكن هؤلاء الشباب من التعرف على مختلف وجهات النظر والحلول أثناء مناقشة الموضوعات المتنوعة. هيكون في 46 جلسة منتدى شباب العالم، هيتكلم من خلالها 222 ممثل ل 64 دولة. في مصادر رئاسية رفيعة المستوى أكدت أن منتدى شباب العالم اللي بيقام تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي منصة فعالة جدا للحوار المباشر بين الدولة المصرية بمؤسستها الكاملة والمختلفة والشباب، وأن جلسات المنتدى هتتضمن 46 جلسة هيتحدث فيها 222 متحدث، يعني هنسمع 222 رأي مختلف. الفرصة هنا بتبقى فرصة لإيه؟ إحنا دايما كده في الفترة اللي فاتت كان عندنا شوية عصبيه، مش عايزه اقول تعصب، بس شويه عصبيه في الاراء، مش ما توصلش لدرجه التطرف، يعني ما التطرف ده حاجه بتاعت ناس تانية مش بتاعتنا خالص، بس دايما عندنا قصه ان احنا بنحتضن راينا بشكل كبير جدا، ممكن ما نسمعش راي الاخر او نسمعه بس بوداننا مش بعقلنا. فدي فرصه ان احنا فعلا يبقى في اتاحه لفرصه الناس ان هي تسمع بعض اكتر من كده وتفكر، يعني لما اسمع راي لمختلف معايا افكر فيه، مش شرط اقتنع بيه خالص، ممكن اقتنع بجزء منه، ممكن ما اقتنعش بيه خالص، بس يعني في الغالب ان انا الجديد او الحاجه المحترمه او الحاجه اللي هتوديني ناحيه التنميه وان انا اتقدم هي ان انا استمع واتدبر وافكر في راي اللي بيتكلم قدامي. المتحدثين في منتدى شباب العالم المقام بمدينه شرم الشيخ بيمثلوا 46 دوله من جنسيات مختلفه، فده هيكون طبعا فرصه، او هتكون فرصه هايله جدا لتبادل الاراء، او على الاقل للاستماع اراء الشباب مع بعضهم البعض. الحقيقه يعني كان هناك وزاره الداخليه حاجه ما ينفعش ان احنا نغفلها، يعني وزاره الداخليه الحقيقه قايمه بدور رائع جدا في تامين مدينه شرم الشيخ وتامين المنتدى بتفاصيله كلها بشكل هايل، بشكل منظم، بشكل فعلا فعال يطمئن الجميع، يطمئن الاجانب الوافدين كمان قبل ما يطمن المصريين. الصراحه تامين على اعلى مستوى، ويعني لازم ان احنا نشيد بيه. والتقرير اللي هنشوفه دلوقتي حول استعدادات وزاره الداخليه او الاستعدادات الامنيه في مدينه السلام شرم الشيخ، نروح نشوف ونرجع لكم مره ثانيه نكمل اخبارنا، خليكم معانا. حدث لا يتكرر كثيرا، مصر تستضيف منتدى شباب العالم بأحضان مدينة السلام شرم الشيخ، لذلك تأخذ الترتيبات الأمنية شكلا مختلفا لتأمين الوفود المشاركة من جنسيات مختلفة. وزارة الداخلية بقطاعاتها المختلفة رفعت درجة استعداداتها إلى القصوى لفرض السيطرة الأمنية، وانتشرت قوات الأمن بصورة مكثفة بشوارع المدينة وأمام قاعة المؤتمرات والتي تستضيف فعاليات المنتدى. تم وضع تمركزات ثابتة وخدمات مكثفة مع إجراء عمليات تمشيط بصفة مستمرة، بينما تجوب الدوريات والأقوال الأمنية شوارع المدينة وميادينها على مدار 24 ساعة، مع الدفع برجال المرور إلى الطرق المختلفة والتي من المتوقع أن تشهد كثافات مرورية أثناء فترة انعقاد المؤتمر لتسيير عمليات المرور ومنع التكدسات. كما استعانت الوزارة بأجهزة الكشف عن المفرقعات والمعادن إلى جانب الكلاب البوليسية المدربة لإجراء عمليات التعقيم والتفتيش على الطرق المختلفة وأمام قاعة المؤتمرات، في ظل الاستعانة بمنظومة كاميرات مراقبة متكاملة منتشرة بشوارع المدينة. خطة التأمين تلك تشارك فيها قطاعات وزارة الداخلية كافة للخروج بهذه الفعالية بشكل يليق بمكانة مصر الإقليمية والدولية، ويؤكد أن مصر هي بلد الأمن والأمان.
طبعا مرة أخرى يعني بنشيد بمجهودات وزارة الداخلية في التأمين، تأمين منتدى شباب العالم. والحقيقة احنا يعني إن شاء الله متوقعين وعندنا إيمان إن هذا المنتدى أكيد هيكون من الحاجات زي المؤتمرات السابقة، إن شاء الله هيشرف مصر. وبما إنه منتدى شباب العالم وحدث عالمي فأكيد الجميع الآن يتحدث عن مصر. في سياق متصل، وزير الأوقاف صرح بأن منتدى شباب العالم بشرم الشيخ رسالة سلام لمصر والعالم. ده رأي وزير الأوقاف دكتور محمد مختار جمعة، اللي قال أن منتدى شباب العالم المقرر عقده بشرم الشيخ تحت رعاية الرئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال فترة من 4 إلى 10 نوفمبر بمشاركة أكثر من 3000 شاب ومسؤولين من مختلف دول العالم. يعتبر رسالة سلام من مصر للعالم كله ونقلة نوعية غير تقليدية أبدا في الحوار الحضاري بين الثقافات المختلفة. أضاف وزير الأوقاف أيضا في تصريح له أمس الجمعة أن إقامة منتدى الشباب العالم في مدينة السلام، مدينة شرم الشيخ بسيناء، حيث ملتقى الحضارات والأديان السماوية في مصر. السلام طبعا كله بحضارته المتسامحة، مصر بحضارتها المتسامحة الراسخة الضاربة في أعماق التاريخ لأكثر من 7000 عام. إنما هو رسالة لعودة مصر لحمل لواء السلام مرة أخرى في ظل قيادة حكيمة رشيدة تؤمن بالعيش الإنساني المشترك وأيضا الحوار الحضاري وحق الإنسان في الحياة الكريمة دون تمييز على أي أساس، لا دين ولا لون ولا عرق ولا جنس، مع مواجهة شاملة للإرهاب الغاشم الذي يهدد الإنسانية جمعاء. أشار أيضا وزير الأوقاف إلى أن الحوار بين شباب العالم من خلال المنتدى بيضفي على فعاليته حيوية وديناميكية وأمل أكبر للمستقبل، لافتا إلى أهمية الاعتماد على الحوار بديلا للصدام. ده اللي احنا كنا بنقوله يمكن قبل التقرير. طبعا بيحث على التواصل بديلا للتقاطع، أو لما حد يعني يختلف مع حد في الرأي ما يبقاش خلاص ده عدو أو يقطعه تماما ما يتحدث معاه مرة تانية. بيحث على الوفاق بديلا للشقاق. أكد أيضا اهتمام الدين الإسلامي بقيم التسامح والرحمة والسلام، حيث رسخ ديننا الحنيف أسس العيش المشترك ضاربا المثل بوثيقة المدينة التي تعد أهم وثيقة في تاريخ البشرية في تأصيل فقه التعايش السلمي بين البشر على أرضية وطنية في المقام الأول وإنسانية خالصة. أضاف الوزير أيضا أن الدين الإسلامي قائم على الإيمان بالتنوع وحرية المعقد أو المعتقدات كلها، كما تدعو الأديان السماوية جميعا إلى الحوار والتسامح ونبذ العنف والصدام. عموما هي كمان فكرة أن المنتدى العالمي يقام في شرم وسيناء مع طبعا كل الشائعات وكل الكلام اللي بيقول ان مفيش امان في مصر. احنا بنجابه الارهاب على كل المستويات، بس اقامه مثل هذا المنتدى نوع من انواع مجابهه الارهاب الفكري والارهاب ايضا الاعلامي اللي بعض الناس بتقول لا ده في الضرب شغال في مصر 24 ساعه. طبعا في مجابهه عسكريه للارهاب، بس ايضا في مجابهه فكريه وأكبر وأصدق مثل هذا المنتدى. نروح للغردقة، تستقبل الحقيقة خبر من الأخبار اللطيفة حول موضوع السياحة. الغردقة تستقبل 194,000 سائح، الألمان في المقدمة 96,000، ومرسى علم بتستقبل أولى رحلات خطي طيران أوكراني وبلجيكي جديدين. شهدت مدينة الغردقة وصول 194,000 سائح من 27 جنسية مختلفة خلال شهر أكتوبر الماضي. كان للألمان النصيب الأكبر بنسبة تفوق 50% من نسبة إجمالي الوصول من جميع الجنسيات. موقع اليوم السابع كان نشر أعداد الجنسيات اللي وصلت لمدينة الغردقة المنحدرة من 27 دولة، حيث وصل من السياح الألمان 96,000 سائح، و هم الأكثر كالعادة، يليهم الأوكران 22,884 سائح. ثم جاء في المرتبة الثالثة وصولا لمدينة الغردقة السياح البريطانيين، حيث بلغ عددهم في شهر أكتوبر 14,084 سائح. وصل أيضا عدد من السياح التشيك 9,414 سائح خلال أكتوبر الماضي، ووصل من البولنديين 8,000 سائح، من النمسا 6,000 سائح، و 5,000 سائح من هولندا وصلوا أيضا خلال أكتوبر.
بينما ارتفع خلال شهر أكتوبر أعداد وصول السياح القادمين من سويسرا ل 5000 سائح تقريبا، وبيلاروسيا 5000 سائح، وصل من بلجيكا 2000 و 1400 سائح بلغاري، و2000 من الدنمارك. الإحصائية الصادرة من غرفة شركات السياحة بالبحر الأحمر أكدت أن وصل بالفعل مدينة الغردقة خلال الشهر اللي فات 1000 سائح أستوني الجنسية، و27 سائح أسباني وإيطالي، واحد فقط، و271 جورجي الجنسية، و2000 من رومانيا. دي كانت إحصائية السياحة اللي وصلت للغردقة مرسى علم شهر أكتوبر اللي فات. نروح بقى للرقابة الإدارية، والرقابة الإدارية توجه 10 ضربات قوية لأصحاب المال الحرام. ده كان عنوان الخبر، سقوط رئيس حي برشوة 200,000 جنيه، ومسؤولين بالبترول بتهمة الفساد. في ضربات قوية لمكافحة الفساد تمكنت هيئة الرقابة الإدارية من توجيه 10 ضربات لأصحاب المال الحرام ممن يشغلون مناصب كبيرة بالدولة، حيث تمكنت الرقابة الإدارية من القبض على رئيس حي الرحاب والمستثمرين الشمالية التابعة لجهاز مدينة القاهرة الجديدة لحصوله على 200,000 جنيه رشوة للتغاضي عن مخالفات مباني. كمان تمكنت من ضبط مسؤولين بالبترول في قضية فساد ب7 مليون جنيه، فيما تم ضبط موظف انتحل صفة وزير بجهة سيادية، وأيضا بعض الشخصيات الهامة برئاسة الجمهورية، واستغلال ذلك للحصول من المواطنين على مبالغ مالية كبيرة. فيما تم القبض أيضا على أستاذ بجامعة بورسعيد لتسهيله الاستيلاء على المال العام وإهدار 1,200,000 جنيه مصري على الدولة. كمان تم ضبط 3 من مأموري الضرائب تقاضوا رشاوي لتخفيضهم 1.5 مليون جنيه لملاك شركة متهربين من 13 سنة من الضرائب. كانت هيئة الرقابة الإدارية قد تمكنت أيضا من القبض على رئيس حي الرحاب والمستثمرين الشمالية التابعة لجهاز مدينة القاهرة الجديدة، وكذلك مدير إدارة الشؤون القانونية بجهاز مدينة الرحاب عقب حصول الأول بوساطة الثاني على مبلغ 200,000 جنيه مصري على سبيل الرشوة من أحد ملاك العقارات بمدينة الرحاب مقابل غض الطرف عن المخالفات البنائية بالعقار الذي يملكه وعدم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالها بإزالتها، وكذلك السماح للملك باستكمال تلك الأعمال. كما كشفت هيئة الرقابة الإدارية أيضا عن تورط مدير عام ورئيس قسم بشركة البترول وآخر بشركة أخرى للبترول و3 من الموردين في عدة وقائع فساد تشمل حصولهم على الرشاوي مقابل إجراء مناقصات سورية. أيضا إسناد أعمال التوريدات لأجهزة السلامة والصحة المهنية مجهولة المصدر بلغت قيمتها 7 ملايين جنيه مصري بموجب شهادات منشأ مزورة وفواتير مصطنعة، هذا فضلا عن الاستيلاء على المال العام من خلال إجراء أعمال صيانة وهمية وإصدار شيكات عنها لصالح زوجة أحد المتهمين بحوالي 2 مليون جنيه. وبالعرض على النائب العام قرر ضبط المتهمين والمستندات المؤيدة لتلك الوقائع، وبمواجهتهم بتحرية الرقابة الإدارية اعترف جميع المتهمين بالجرائم المنسوبة إليهم، وأصدرت نيابة شرق الإسكندرية قرارا بحبسهم على ذمة التحقيقات. بالنسبة لجامعة بورسعيد ضبطت الرقابة الإدارية كل من أستاذ ورئيس قسم التربية الموسيقية بالجامعة وآخر صاحب شركة موردة للآلات الموسيقية، وذلك لتربحه من وظيفته وتسهيله لاستيلاء صاحب الشركة على المال العام، وذلك أيضا عن طريق استغلال سلطات وظيفته كرئيس لقسم بإعداد المواصفات الفنية للآلات الموسيقية بالجامعة لا تتفق إلا مع الشركة الموردة. تبين استلامه لها بالمخالفة وبأسعار بتزيد على سعرها أو سعر السوق بمبلغ 1,200,000 جنيه. قررت النيابة حبس المتهمين 15 يوم على ذمة التحقيقات. في المنوفية بقى ألقى رجال الرقابة الإدارية القبض على موظف بإحدى الشركات القطاع الخاص لانتحاله صفة وزير لإحدى الجهات السيادية وبعض الشخصيات المهمة برئاسة الجمهورية، حيث ضبط بحوزته كروت تعارف مصطنعة بأسماء تلك الشخصيات، يعني كان طبع كروت مزورة،
واستغلالها بإيهام المواطنين بقدرته على إنهاء مصالحهم من تعيينات ونقل وترقية، وكذلك بعض التراخيص المخالفة مقابل مبالغ مالية كبيرة، مستخدما في ذلك هاتفا محمول ذي رقم خاص في اتصاله بالمسؤولين من الجهات الحكومية ليتمكن من خداعهم، بالعرض على النيابة طبعا أمرت بحبسه. تمكنت أيضا الرقابة الإدارية من ضبط صاحب شركة لتجارة السيارات لتلاعبه في مستندات الإفراج الجمركي 161 سيارة من طرازات مختلفة وتقديم شهادات منشأ اتحاد أوروبي مصطنعة، تمكن بموجبها الحصول على إعطاءات جمركية من غير أي وجه حق يستحق عنها للدولة مبلغ 40 مليون جنيه مصري، تمثل قيمة الغرامات والرسوم الجمركية وطبعا الرسوم الواجب سدادها. في الوقت نفسه تم ضبط مالكي الشركة الكبرى للمقاولات ومحاسبهم القانوني وثلاثة من مأموري الضرائب بمأموريات مدينة نصر أول وثالث ومأمورية النزهة لطلب تقاضي 100,000 جنيه رشوة من ملاك الشركة نظير تخفيض حوالي 1.5 مليون جنيه قيمة الضرائب المستحقة على شركتهم والتي تهربت من سدادها بقالها 13 سنة. قررت النيابة حبس المتهمين جميعا، ده طبعا في المحافظات اللي قلت لكم عليها. بالنسبة لمحافظة الجيزة تمكنت الرقابة الإدارية من ضبط وقعتين مخالفة أطراف مختلفتي الأطراف لعرض رشوة على رئيس الإدارة الهندسية والمشرف على إدارة التنظيم بحي كرداسة مقابل الإخلال بواجبات وظيفته، حيث تم ضبط كل من صاحب شركة استصلاح أراضي زراعية وشقيقه وكيل أعمالهم، وذلك عقب عرضهم 75,000 جنيه مقابل الحصول على شهادة مخالفة بصلاحية الموقع لقطعة أرض ملكهم مخصصة للاستصلاح الزراعي مساحتها 13,000 فدان يعني 54,000 متر بتقع خارج الحيز العمراني لمدينة كرداسة علشان يتمكنوا من استصدار تراخيص بناء مجمع سكني تجاري ضخم عليها. في توقيت متزامن مع هذه الواقعة تم تنفيذ الواقعة الثانية بقى بضبط كل من صاحب شركة مقاولات مقاول بناء ومهندس معماري بعد لما عرضوا 59,000 جنيه رشوة مقابل الحصول على رخصة هدم فيلا كبيرة على أرض مساحتها تقريبا 4 فدان باعتبار أن هي قايلة للسقوط، وذلك على خلاف الحقيقة، الفيلا ما كانتش قايلة للسقوط ولا حاجة. بعرض جميع المتهمين على النيابة العامة أمرت بحبسهم جميعا لأن طبعا اتواجهوا بهذه التهم واعترفوا بها. في الإسماعيلية تم ضبط عصابة أثناء عرضها مبالغ مالية على مدير مكتب تموين تابع لإدارة القصاصين بالإسماعيلية مقابل تحويله 217 بطاقة تموين سارية من محافظة شمال سيناء إلى محافظة الإسماعيلية، واستولى على حصة الدقيق المدعم الخاصة بهم والتي تبلغ 40,000 جنيه كل شهر بيستفيد بها أصحاب المخابز المحول عليهم البطاقات. وتمكنت أيضا الرقابة الإدارية في القليوبية من ضبط مقاول قطاع خاص عقب عرضه 8,000 جنيه مقدم رشوة لمدير إدارة التخطيط بإدارة شبرا الخيمة التعليمية مقابل التغاضي عن مخالفات الأعمال طبعا التي شابت تنفيذ تطوير إحدى المدارس التابعة للإدارة التعليمية. وطبعا بعرض هذا المتهم اعترف وقررت النيابة حبسه. كل دي جرائم في حق الوطن قامت الرقابة الإدارية باكتشافها، والحمد لله تم ضبط المتهمين. يعني الملايين اللي أنا عمالة استعرضها عليكم دي يعني كان طبعا كل دي كانت أصحاب نفوس ضعيفة بيحاولوا إن هم يستولوا عليها عشان بس الناس اللي بتقعد تسأل هي الفلوس بتروح فين. وأرجو بعد كده يا جماعة إن احنا برضو واجبنا الوطني كمواطنين إن احنا لازم نساعد في القبض على المتهمين دول. يعني لما نشوف حد حتى رايح يدي لحد رشوة بالملايين عشان يسهله حاجة أنا هتضر منها أو غيري حتى هيتضر منها بس هتبقى فيها ضرر عام، نبلغ فورا الرقابة الإدارية لو سمحتم علشان كل الجرائم دي الناس تبتدي إن هي ترجع خطوات للوراء. بنشكر طبعا مجهودات الرقابة الإدارية أكيد.
نروح لبيان الداخلية ليه على حضراتكم. مسؤول بنك السويس استخدم برامج خارجية لسرقة 6 مليون جنيه، ده كان خبر التواصل الاجتماعي كان الحقيقة اتكلم عنه كتير قوي امبارح. أفادت وزارة الداخلية بأن الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة ضبطت مدير إدارة الشؤون المالية والإدارية ومراقبة الأعمال المصرفية بأحد البنوك بالسويس لتلاعبهم في أموال العملاء والاستيلاء على مبلغ مالي قدره 6 مليون و300 ألف جنيه. وزارة الداخلية قالت في بيان رسمي ليها امبارح الجمعة إن معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة أكدت قيام مجدي ميم مدير إدارة الشؤون المالية والإدارية بأحد البنوك فرع السويس مقيم بمحافظة السويس، وهانم عين كانت بتشتغل مراقبة الأعمال المصرفية بذات البنك هي حاليا بالمعاش المسؤولة عن الحسابات مقيمة برضه في محافظة السويس، دخلوا على حسابات العملاء بالبنك وتلاعبوا في قاعدة بيانات العملاء باستخدام برامج خارجية وإضافة مبالغ مالية اللي تم حذفها من عملاء البنك لحسابات بعض من قرايبهم يعني، واستولوا على مبالغ مالية قدرها 6 مليون و300 ألف جنيه مما أدى إلى الإضرار بأموال البنك. عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع الجهات المعنية تم ضبط المتهمين وبمواجهتهم اعترف بارتكاب الجريمة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة والعرض على النيابة التي بشرت التحقيق. طيب في الموقع العالمي ذا مسلم 500 اختار شيخ الأزهر في المركز الأول ضمن أكثر 500 مسلم تأثير في العالم. التفاصيل بتقول اختار الموقع العالمي ذا مسلم 500 عددا من الشخصيات المصرية والعربية ضمن قائمة أكثر 500 شخصية إسلامية تأثيرا في العالم، واحتل الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف المركز الأول في القائمة. الموقع بينشر سنويا كل سنة تقييم المسلمين الأكثر تأثيرا ونفوذا حول العالم، وبيتم التصنيف من قبل مركز الدراسات الاستراتيجية الملكي الإسلامي في عمان بالأردن، وبيصدر تقرير كل سنة بالتعاون مع مركز الأمير الوليد بن طلال للتفاهم المسلم المسيحي في جامعة جورج تاون في الولايات المتحدة. طبعا بنبارك لشيخ الأزهر الشريف حصوله على المركز الأول في قائمة The Muslim 500. طيب نروح لمدينة شرم الشيخ والاستعدادات لمنتدى شباب العالم. معانا الزميلة منى فاروق، اتفضلي يا منى. يا صباح الخير عليك يا مها، وصباح الخير على كل زملائي في صباح دريم، وصباح الخير والجمال على كل جمهور صباح دريم. الحقيقة احنا سعداء جدا ان احنا موجودين النهاردة في مدينة السلام في شرم الشيخ. اسمحوا لي في البداية كده أدي حضراتكم نبذة سريعة عن منتدى الشباب العالمي. من أين جاءت فكرة منتدى الشباب العالمي اللي بيعقد احنا حاليا طبعا في قاعة المؤتمرات مركز الدولي للمؤتمرات اللي هيعقد فيه إن شاء الله منتدى الشباب العالمي من الرابع إلى العاشر من نوفمبر الجاري 2017. الفكرة جت منين؟ الحقيقة على مدار مجموعة كبيرة من مؤتمرات الشباب الدورية اللي كانت بتعقد في عدد من محافظات جمهورية مصر العربية، واللي كانت الحقيقة بحسب يعني شهادة المشاركين فيها وكل الناس حتى اللي تابعوها وتابعوا فعاليات هذا المنتدى وهذه المؤتمرات، كانت منصة فعالة حقيقية فيها فرصة بناءة وحقيقية للشباب المصري للقاء المباشر مع القيادة السياسية، مع المسؤولين، مع مختلف الجهات والقائمين على المؤسسات المختلفة وصناع القرار أيضا. لقاءات مباشرة بيسموها direct contact، انت بتتكلم بشكل مباشر مع رئيس الجمهورية، انت بتتكلم بشكل مباشر مع صانع القرار في كل المجالات المختلفة. وده الحقيقة كان فرصة هادفة جدا، وشباب مصر الواعد، شباب مصر الراغب بشكل حقيقي وبنية صادقة في البناء والتعمير والتنمية كانوا بينتظروا هذه المؤتمرات منذ بدأت طبعا هنا في شرم الشيخ في أواخر 2017، كانوا بينتظروا أواخر 2016 كانوا بينتظروا الحقيقة هذه المؤتمرات الدورية، لغاية لما جينا إلى إبريل الماضي إبريل 2017 كان في المؤتمر الدوري للشباب اللي عقد في الإسماعيلية، واحنا قاعدين في القاعات وبنتفرج على الشباب وبنتفرج على طرحهم للبرزنتيشنز اللي بيقدموها، فوجئنا بالشباب المصري بيقدم دعوة او زي ما نقول كده بيطلب الموافقة من القيادة السياسية في مصر
ان هم متحمسين قوي الفكره وعايزين يعملوها، لكن طبعا كان لازم يكون في مباركه او موافقه من القياده في مصر. كانوا عايزين يقدموا دعوه مباشره لشباب العالم بمشاركتهم هذه المؤتمرات، لكن طبعا لما نتكلم على دعوه شباب مصر لشباب العالم مش هبقى اسمه مؤتمر دوري، هبقى اسمه منتدى عالمي، منتدى عالمي للشباب. من هنا جت الفكره. وفضلنا في الفعاليات في مؤتمر الإسماعيلية قاعدين كلنا يعني مستنيين نعرف الفكرة هيتوافق عليها مش هيتوافق عليها، ولقينا الحقيقة في ختام فعاليات مؤتمر الإسماعيلية للشباب الدوري في إبريل الماضي 2017 لقينا الرئيس عبد الفتاح السيسي مش بس بيوافق على الفكرة ويباركها، احنا لقيناه كمان بيضم صوته لصوت شباب مصر في توجيه الدعوة لشباب العالم لحضور منتدى هو منتدى الشباب العالمي في نوفمبر 2017 الجاري اللي احنا فيه، ولتكون هذه هي دعوة حقيقية للسلام للابتكار للحوار ولتفعيل كل مبادئ الإنسانية. الإنسانية اللي احنا للأسف الشديد في قيم كتيرة جدا منها حصل فيها تشويش ولخبطة عندنا مش بس في مصر مش بس في المنطقة العربية في العالم كله. الحديث عن الحروب والعنف والتطرف والإرهاب، الحديث عن الكره، الحديث عن توجيه الاتهامات. قبل كل ده ما بقيناش نسمع بعض، ما بقيناش نتكلم مع بعض، ما بقيناش حتى للأسف الشديد في أغلب الأحوال عايزين نفهم بعض. وافق الرئيس ساعتها على هذا المؤتمر أو هذا المنتدى العالمي وقال تمام وأنا بضم صوتي إلى صوت شباب مصر في دعوة شباب العالم لحوار مفتوح من أجل الإنسانية والسلام والحوار. والحقيقة منذ ذلك الوقت من نهايات إبريل 2017 الشباب زي ما تقولوا كده بقى شباب ما شاء الله طاقة والأنرجي والحيوية ما ضيعوش ثانية مش يوم، بدأوا على طول يجهزوا لهذا المؤتمر المنتدى العالمي، بدأوا على طول يوجهوا الدعوة. أنا عارفة طبعا أن أنا هنا عندي أسئلة كثيرة ممكن الناس تكون بتتكلم عليها. الناس ممكن تكون بتتكلم هو إزاي بيتم اختيار الناس المدعوين؟ أولا احنا بنتكلم على 3000 مشارك ومدعو في هذا المؤتمر، بنتكلم على 1000 من الشباب، الشباب الجميل اللي بعد دقائق قليلة إن شاء الله هتشوفوا منهم نماذج. يعني انا مش عايزه اقعد اتكلم بقى واقول الطاقه والجمال والحيويه، هم كلهم واقفين دلوقتي مستنيين ان هم يدخلوا يصبحوا على حضراتكم وكل واحد يمكن عنده كلمه عنده رساله عايز يقولها، لكن انا هسيب حضراتكم اللي تشوفوا ده وتقيموا ده بنفسكم. فمش هتكلم دلوقتي على الشباب، ناجل الموضوع شويه. انا هتكلم الحقيقه على توجيه دعوه الى 2000 من شباب العالم، هتكلم على توجيه الدعوه الى رؤساء وملوك وحكام العالم، ابرز الشخصيات البارزه، يمكن ده محور مهم جدا، احنا عندنا 2000 مدعو، رؤساء وملوك وامراء الدول والعالم، شخصيات شبابيه قياديه حول العالم، ابرز الشخصيات المؤثره حول العالم، شخصيات بارزه في المجتمعات الدوليه، مجموعات شبابيه ممثله لجميع قارات العالم، ومجموعه من المصريين المتفوقين الموجودين في الخارج كل في مجاله. ده يمكن صورة كده على أبرز فئات المدعوين والشباب المباشر. طيب نرجع إلى جلسات المنتدى، احنا بنتكلم على 46 جلسة هتكون خلال هذا المنتدى موجودة إن شاء الله، بنتكلم على مجموعة من المحاور تم تقسيمها بشكل منظم جدا الحقيقة عشان حتى حضرتك سواء مدعو لحضور هذا المنتدى أو حضرتك في البيت بتتفرج عليه تبقى فاهم كده التقسيمة أو الكلاسترز اللي تم تقسيم بيها مجموعة الجلسات. بنتكلم واحد على محاور قضايا شبابية عامة. محور ده مهم جدا، قد يبدو أنه هو جينيريك أو عام شوية، لكن لما تعرف الأفكار اللي تحته هتفهم أنه كل محور فيه تم اختياره بعناية. بنتكلم على مناقشة قضايا الإرهاب ودور الشباب في مواجهتها، مواجهة الإرهاب وتصدي لهذه الظاهرة. بنتكلم على تغير المناخ، والحقيقة تغير المناخ بيبدو للكثيرين أنه موضوع تغير المناخ إيه يا جماعة؟ يعني الطقس حار صيفا، هو الحقيقة دلوقتي شمس قوي يعني اعذروني لو الدنيا في كده الشمس في شرم الشيخ مدينة الشمس والجمال، بس بالليل والله الجو ساقع وبرد جدا. قد يعتقد البعض انه تغير المناخ موضوع بسيط، الحقيقه انه مش بسيط خالص. الحقيقه انه في دراسات بتؤكد انه ربما في خلال 20 و30 و40 و50 سنه يشهد العالم مناطق قد لا يعني تكون موجوده على الخريطه، بنتكلم على جبال من الجليد قد تذوب، بنتكلم على مناطق صحراويه او مناطق قد تتصحر، يعني بنتكلم على
تغير لشكل الخارطة العالمية الحقيقة بسبب تغير المناخ، وبالتالي دي قضايا مهمة جدا، ولو ما بدأناش نشتغل عليها أو يمكن بعض الخبراء بيقولوا أنه أصلا العالم متأخر في التعامل مع تغيرات المناخ، ولكن أدينا بدأنا أهو. وبالتالي تغير المناخ موضوع مهم جدا، بنتكلم على الهجرة الغير منتظمة. وخلوني أقول يمكن هتلاحظوا خلال المنتدى أنه مش هنستخدم كتير كلمة الهجرة غير الشرعية، وحيتم استبدالها بكلمة أو بمصطلح الهجرة الغير منتظمة. الحقيقة عالميا، لأنه إحنا طبعا مصر جزء من العالم، مصر بتحضر يعني مؤتمرات الأمم المتحدة والمواثيق الدولية، وبالتالي خلوني أقول هنا نقطة مهمة، إنه العالم بيتفق الآن على استبدال مصطلح الهجرة غير الشرعية بالهجرة غير المنتظمة. دي هتكون جلسة مهمة جدا في المؤتمر، كمان بدعو حضراتكم أنكم تتابعوها. مساهمات الشباب في حفظ السلام في مناطق الصراع، وكيفية توظيف طاقات الشباب من أجل التنمية. دي المحاور اللي بتندرج تحت، أو الجلسات اللي بتندرج تحت محاور لقضايا شبابية مهمة جدا عامة. عندنا محور للتنمية المستدامة أو التكنولوجيا وريادة الأعمال، وخلوني أقول لحضراتكم على حاجة. كل الشباب اللي بيعمل في يعني في أي مجالات في العالم عارف إنه السستينبل ديفلوبمنت أو التنمية المستدامة هي كلمة من كلمات السر في المستقبل. النهاردة حضرتك من أول المشروعات الصغيرة جدا اللي ممكن تكون كشاب رايح تقدم فكرتها، مرورا بالصناعات الثقيلة والمشروعات الكبيرة الناشنال والانترناشنال والمالتي ناشنال، إن لم تكن قد أدركت خطط للتنمية المستدامة والسستينبل ديفلوبمنت فيها، فهي لن تكون ذات جدوى. فكرة إنك تعمل حاجة لها علاقة بالبيئة، حاجة لها علاقة بالانفايرمنت، حاجة ليها علاقة بالأجواء أو الجو العام، التأثير على المناخ، التأثير على البيئة، التأثير على مشروعات لها علاقة بالصحة العامة وغيره. وبالتالي التنمية المستدامة محور أيضا مهم جدا. بنتكلم كمان على عرض لتجارب شبابية مبتكرة في ريادة الأعمال، وبنتكلم على مناقشة تأثير التكنولوجيا على واقع الشباب، أو التعرف على رؤى الشباب لتحقيق التنمية المستدامة حول العالم. عندنا كمان محور مهم جدا، محور عن الحضارات والثقافات في الفنون والآداب والهوية الثقافية، وفي كمان عنوان لجلسة الحقيقة في منتهى الروعة، كيف تصلح الآداب والفنون ما تفسده الصراعات والحروب، وهو ما نطالب به جميعا الآن. أي بلد في العالم كل ما الفن فيها والقوى الناعمة، كل ما الفنون والآداب فيها كان لها دور مؤثر ومهم، كل ما وجدت فيها شعبا محبا أكثر للسلام ومتفهما للسلام وقيمه، وينبذ العنف والتطرف والإرهاب بطبيعة الحال. عندنا محور لصناعة قادة المستقبل، وهو مهم جدا، عن التجارب الدولية البارزة في تأهيل وتدريب الشباب. وعندنا نموذج أنا بعتقد أنه في منتهى الأهمية ومنتهى الاختلاف أيضا، عن محاكاة الأمم المتحدة. يتم عمل نموذج محاكاة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، بيشارك فيه أكثر من 60 شاب من دول العالم. خلوني أقول لحضراتكم الحاجة المختلفة في موضوع محاكاة مجلس الأمن. إحنا في المؤتمرات الشبابية الماضية، مؤتمرات الدورية الشبابية، كان في نماذج محاكاة كثيرة. كان في نماذج محاكاة للقيادة السياسية، لمجلس الوزراء، للبرلمان المصري، وكل الكلام ده. لكن المرة دي نحن نحاكي ونضع شبابنا ونضع أنفسنا كشباب محل صناع القرار المشاركين في مجلس الأمن. وما أدراك طبعا ما مجلس الأمن ودوره وأهميته المنوطة في هذه الأيام وفي هذه الظروف الصعبة التي تمر بها أغلب بلدان وشعوب العالم بسبب العنف وبسبب الحروب القائمة للأسف الشديد. نموذج محاكاة المجلس الأمن كمان هيكون فيه مجابهة للمخاطر اللي بتهدد الأمن والسلم العالمي. دي يمكن أبرز، أو هي بالفعل المحاور الرئيسية اللي هتدور حولها جلسات منتدى الشباب العالمي، لأنه ناس كثيرة جدا الحقيقة بتسأل هيكلموا على إيه، أنواع الجلسات إيه، طبيعة الجلسات إيه. أنا اديت حضراتكم فكرة دلوقتي عامة عن الأربع محاور الرئيسية اللي بتندرج تحتها بقى كل هذه الجلسات. ولكن يبقى دائما السؤال المهم جدا، احنا عرفنا خلاص مع حضراتكم مين صاحب الفكرة، مين صاحب فكرة ان احنا النهاردة في شرم الشيخ بنستعد بعد ساعات قليلة جدا لاستقبال رؤساء وملوك واستقبال 2000 مدعو واستقبال شباب من مختلف جنسيات العالم. لكن مين اللي بيعمل الشغل؟ مين اللي بيجهز؟ مين اللي بينظم؟
من أول فكرة إرسال الدعوات إلى الشباب وإلى دول العالم، مرورا بفكرة التيكتينج والريزرفيشنز والأكوموديشنز والحجوزات والحاجات دي كلها، وهي مواضيع صعبة جدا الحقيقة جدا، مرورا أيضا بفكرة التنسيق العام، مرورا بتجهيز القاعات، مرورا بتجهيز الندوات. كل دي أنا بعتقد إنها أمور كثيرة جدا تستحق، والقائمون عليها والباذلون لمجهودات خرافية حقيقي من جيل الشباب المصري الواعد المتحمس يستحق أن يلقى عليه الأضواء، يستحق أن تلقى عليه الأضواء، يستحق أن نقوم بتحيته والتعرف ولو على جانب منه. الشباب دي يا جماعة عايز أقول لحضراتكم إنها بتطبق 24 ساعة، فرق بتواصل لبعض، احنا بنبقى موجودين. احنا الحقيقه يعني انا بقالي حوالي 3 ايام هنا موجوده او يومين موجوده في شرم الشيخ، بنجهز طبعا للجلسات اللي هنديرها باذن الله، وبنجهز للندوات وبندخل نتعرف. دخلنا البريس سنتر هنا او المركز الصحفي هنا، بنعمل اجتماعات مع الشباب. الشباب دي يا جماعه حرفيا بتنسى تاكل، وانا بقول الكلام ده وبقول حاجات انا شفتها بنفسي، يعني بيكتشفوا فجأة ان الاكل قدامهم برد وعدى معاد الاكل بكتير، لانه هم مركزين لان عندهم هدف واحد بس، مركزين لانه هدفهم انه احنا، مش انا، احنا باذن الله كشباب مصر ننجح. هذا المنتدى منتدى الشباب العالمي، هو بحق منتدى للشباب، خرج من فكرة شباب مصريين، نظم وفعلت كل أدواته وجلساته بإذن الله، والتحضير والتجهيز ليه بأيدي شباب، بأيادي شباب مصريين. وإن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله بإذن الله، لأنه ربنا أكيد لا يضيع أجر من أحسن عملا أبدا، إن شاء الله عندما ينجح هذا المنتدى هنقول للشباب المصريين دول شكرا لي. نطلع مع بعض نسمع سريعا أغنية الشاب خالد الجميلة اللي غناها وفاجئ بيها الناس لمنتدى الشباب العالمي، ونرجع بعد لحظات مع حضراتكم بعض المفاجآت اللي أنا شخصيا فخورة أني أكون موجودة هنا في مدينة السلام في شرم الشيخ وأقدمها لحضراتكم. خليكم نروح لمدينة شرم الشيخ والاستعدادات لمنتدى شباب العالم. معانا الزميلة منى فاروق، اتفضلي يا منى. يا صباح الخير عليك يا مها، وصباح الخير على كل زملائي في صباح دريم، وصباح الخير والجمال على كل جمهور صباح دريم. الحقيقة احنا سعداء جدا ان احنا موجودين النهاردة في مدينة السلام في شرم الشيخ. اسمحوا لي في البداية كده ادي حضراتكم نبذة سريعة عن منتدى الشباب العالمي. من اين جاءت فكرة منتدى الشباب العالمي اللي بيعقد احنا حاليا طبعا في قاعة المؤتمرات، مركز الدولي للمؤتمرات اللي هيعقد فيه ان شاء الله منتدى الشباب العالمي من الرابع الى العاشر من نوفمبر الجاري 2017. الفكرة جت منين؟ الحقيقة على مدار مجموعة كبيرة من مؤتمرات الشباب الدورية اللي كانت بتعقد في عدد من محافظات جمهورية مصر العربية، واللي كانت الحقيقة بحسب يعني شهادة المشاركين فيها وكل الناس حتى اللي تابعوها وتابعوا فعاليات هذا المنتدى وهذه المؤتمرات، كانت منصة فعالة حقيقية فيها فرصة بناءة وحقيقية للشباب المصري للقاء المباشر مع القيادة السياسية، مع المسؤولين، مع مختلف الجهات والقائمين على المؤسسات المختلفة وصناع القرار أيضا. لقاءات مباشرة بيسموها direct contact، انت بتتكلم بشكل مباشر مع رئيس الجمهورية، انت بتتكلم بشكل مباشر مع صانع القرار في كل المجالات المختلفة، وده الحقيقة كان فرصة هادفة جدا. وشباب مصر الواعد، شباب مصر الراغب بشكل حقيقي وبنية صادقة في البناء والتعمير والتنمية، كانوا بينتظروا هذه المؤتمرات منذ بدأت طبعا هنا في شرم الشيخ في أواخر 2017، كانوا بينتظروا أواخر 2016 كانوا بينتظروا الحقيقة هذه المؤتمرات الدورية، لغاية لما جينا إلى إبريل الماضي، إبريل 2017 كان في المؤتمر الدوري للشباب اللي عقد في الإسماعيلية، واحنا قاعدين في القاعات وبنتفرج على الشباب وبنتفرج على طرحهم للبرزنتيشنز اللي بيقدموها، فوجئنا بالشباب المصري بيقدم دعوة أو زي ما نقول كده بيطلب الموافقة من القيادة السياسية في مصر إن هم متحمسين قوي الفكرة وعايزين يعملوها، لكن طبعا كان لازم يكون في مباركة أو موافقة من القيادة في مصر. كانوا عايزين يقدموا دعوة مباشرة لشباب العالم بمشاركتهم هذه المؤتمرات، لكن طبعا لما نتكلم على
دعوة شباب مصر لشباب العالم مش هبقى اسمه مؤتمر دوري، هبقى اسمه منتدى عالمي، منتدى عالمي للشباب. من هنا جت الفكرة، وفضلنا في الفعاليات في مؤتمر الإسماعيلية قاعدين كلنا يعني مستنيين نعرف الفكرة هيتوافق عليها مش هيتوافق عليها، ولقينا الحقيقة في ختام فعاليات مؤتمر الإسماعيلية للشباب الدوري في إبريل الماضي 2017، لقينا الرئيس عبد الفتاح السيسي مش بس بيوافق على الفكرة ويباركها، احنا لقيناه كمان بيضم صوته لصوت شباب مصر في توجيه الدعوة لشباب العالم لحضور منتدى، هو منتدى الشباب العالمي في نوفمبر 2017 الجاري اللي احنا فيه، ولتكون هذه هي دعوة حقيقية للسلام للابتكار للحوار ولتفعيل كل مبادئ الإنسانية. الإنسانية اللي احنا للأسف الشديد في قيم كتيرة جدا منها حصل فيها تشويش ولخبطة عندنا مش بس في مصر مش بس في المنطقة العربية في العالم كله، الحديث عن الحروب والعنف والتطرف والإرهاب، الحديث عن الكره، الحديث عن توجيه الاتهامات، قبل كل ده ما بقيناش نسمع بعض، ما بقيناش نتكلم مع بعض، ما بقيناش حتى للأسف الشديد في أغلب الأحوال عايزين نفهم بعض. وافق الرئيس ساعتها على هذا المؤتمر أو هذا المنتدى العالمي وقال تمام، وأنا بضم صوتي إلى صوت شباب مصر في دعوة شباب العالم لحوار مفتوح من أجل الإنسانية والسلام والحوار. والحقيقة منذ ذلك الوقت من نهايات إبريل 2017 الشباب زي ما تقولوا كده بقى شباب ما شاء الله، طاقة والأنرجي والحيوية ما ضيعوش ثانية مش يوم، بدأوا على طول يجهزوا لهذا المؤتمر المنتدى العالمي، بدأوا على طول يوجهوا الدعوة. أنا عارفة طبعا أن أنا هنا عندي أسئلة كتيرة ممكن الناس تكون بتتكلم عليها، الناس ممكن تكون بتتكلم هو إزاي بيتم اختيار الناس المدعوين. أولا احنا بنتكلم على 3000 مشارك ومدعو في هذا المؤتمر، بنتكلم على 1000 من الشباب، الشباب الجميل اللي بعد دقائق قليلة إن شاء الله هتشوفوا منهم نماذج. يعني انا مش عايزه اقعد اتكلم بقى واقول الطاقه والجمال والحيويه، هم كلهم واقفين دلوقتي مستنيين ان هم يدخلوا يصبحوا على حضراتكم، وكل واحد يمكن عنده كلمه عنده رساله عايز يقولها، لكن انا هسيب حضراتكم اللي تشوفوا ده وتقيموا ده بنفسكم، فمش هتكلم دلوقتي على الشباب، ناجل الموضوع شويه. انا هتكلم الحقيقه على توجيه دعوه الى 2000 من شباب العالم، هتكلم على توجيه الدعوه الى رؤساء وملوك وحكام العالم، ابرز الشخصيات البارزه، يمكن ده محور مهم جدا، احنا عندنا 2000 مدعو، رؤساء وملوك وامراء الدول والعالم، شخصيات شبابيه قياديه حول العالم، ابرز الشخصيات المؤثره حول العالم، شخصيات بارزه في المجتمعات الدوليه، مجموعات شبابيه ممثله لجميع قارات العالم، ومجموعه من المصريين المتفوقين الموجودين في الخارج كل في مجاله. ده يمكن صورة كده على أبرز فئات المدعوين والشباب المباشر. طيب نرجع إلى جلسات المنتدى، احنا بنتكلم على 46 جلسة هتكون خلال هذا المنتدى موجودة إن شاء الله، بنتكلم على مجموعة من المحاور تم تقسيمها بشكل منظم جدا الحقيقة، عشان حتى حضرتك سواء مدعو لحضور هذا المنتدى أو حضرتك في البيت بتتفرج عليه تبقى فاهم كده التقسيمة أو الكلاسترز اللي تم تقسيم بيها مجموعة الجلسات. بنتكلم واحد على محاور قضايا شبابية عامة، محور ده مهم جدا، قد يبدو أنه هو جينيريك أو عام شوية، لكن لما تعرف الأفكار اللي تحته هتفهم أنه كل محور فيه تم اختياره بعناية. بنتكلم على مناقشة قضايا الإرهاب ودور الشباب في مواجهتها، مواجهة الإرهاب وتصدي لهذه الظاهرة. بنتكلم على تغير المناخ، والحقيقة تغير المناخ بيبدو للكثيرين أنه موضوع تغير المناخ إيه يا جماعة، يعني طقس حار صيفا، هو الحقيقة دلوقتي شمس قوي يعني اعذروني لو الدنيا في كده الشمس شرم الشيخ مدينة الشمس والجمال، بس بالليل والله الجو ساقع وبرد جدا. قد يعتقد البعض انه تغير المناخ موضوع بسيط، الحقيقة انه مش بسيط خالص، الحقيقة انه في دراسات بتؤكد انه ربما في خلال 20 و30 و40 و50 سنة يشهد العالم مناطق قد لا يعني تكون موجودة على الخريطة، بنتكلم على جبال من الجليد قد تذوب، بنتكلم على مناطق صحراوية أو مناطق قد تتصحر، يعني بنتكلم على تغير لشكل الخارطة العالمية الحقيقة بسبب تغير المناخ، وبالتالي دي قضايا مهمة جدا، ولو ما بدأناش نشتغل عليها أو يمكن بعض الخبراء بيقولوا أنه أصلا العالم متأخر في التعامل مع تغيرات المناخ، ولكن أدينا بدأنا أهو.
وبالتالي تغير المناخ موضوع مهم جدا. بنتكلم على الهجرة الغير منتظمة. وخلوني أقول يمكن هتلاحظوا خلال المنتدى أنه مش هنستخدم كتير كلمة الهجرة غير الشرعية، وحيتم استبدالها بكلمة أو بمصطلح الهجرة الغير منتظمة. الحقيقة عالميا، لأنه إحنا طبعا مصر جزء من العالم، مصر بتحضر يعني مؤتمرات الأمم المتحدة والمواثيق الدولية، وبالتالي خلوني أقول هنا نقطة مهمة أنه العالم بيتفق الآن على استبدال مصطلح الهجرة غير الشرعية بالهجرة غير المنتظمة. دي هتكون جلسة مهمة جدا في المؤتمر كمان، بدعو حضراتكم أنكم تتابعوها. مساهمات الشباب في حفظ السلام في مناطق الصراع وكيفية توظيف طاقات الشباب من أجل التنمية. دي المحاور اللي بتندرج تحت، أو الجلسات اللي بتندرج تحت محاور لقضايا شبابية مهمة جدا عامة. عندنا محور للتنمية المستدامة أو التكنولوجيا وريادة الأعمال. وخلوني أقول لحضراتكم على حاجة، كل الشباب اللي بيعمل في يعني في أي مجالات في العالم عارف أنه Sustainable Development أو التنمية المستدامة هي كلمة من كلمات السر في المستقبل. النهاردة حضرتك من أول المشروعات الصغيرة جدا اللي ممكن تكون كشاب رايح تقدم فكرتها، مرورا بالصناعات الثقيلة والمشروعات الكبيرة الناشنال والانترناشنال والمالتي ناشنال، إن لم تكن قد أدركت خطط للتنمية المستدامة والسستينبل ديفلوبمنت فيها، فهي لن تكون ذات جدوى. فكرة إنك تعمل حاجة لها علاقة بالبيئة، حاجة لها علاقة بالانفايرمنت، حاجة لها علاقة بالأجواء أو الجو العام، التأثير على المناخ، التأثير على البيئة، التأثير على مشروعات لها علاقة بالصحة العامة وغيره. وبالتالي التنمية المستدامة محور أيضا مهم جدا. بنتكلم كمان على عرض لتجارب شبابية مبتكرة في ريادة الأعمال، وبنتكلم على مناقشة تأثير التكنولوجيا على واقع الشباب أو التعرف على رؤى الشباب لتحقيق التنمية المستدامة حول العالم. عندنا كمان محور مهم جدا، محور عن الحضارات والثقافات في الفنون والآداب والهوية الثقافية. وفي كمان عنوان لجلسة الحقيقة في منتهى الروعة، كيف تصلح الآداب والفنون ما تفسده الصراعات والحروب، وهو ما نطالب به جميعا الآن. أي بلد في العالم كل ما الفن فيها والقوى الناعمة، كل ما الفنون والآداب فيها كان لها دور مؤثر ومهم، كل ما وجدت فيها شعبا محبا أكثر للسلام ومتفهما للسلام وقيمه، وينبذ العنف والتطرف والإرهاب بطبيعة الحال. عندنا محور لصناعة قادة المستقبل، وهو مهم جدا، عن التجارب الدولية البارزة في تأهيل وتدريب الشباب. وعندنا نموذج أنا بعتقد أنه في منتهى الأهمية ومنتهى الاختلاف أيضا، عن محاكاة الأمم المتحدة. يتم عمل نموذج محاكاة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، بيشارك فيه أكثر من 60 شاب من دول العالم. خلوني أقول لحضراتكم الحاجة المختلفة في موضوع محاكاة مجلس الأمن. إحنا في المؤتمرات الشبابية الماضية، مؤتمرات الدورية الشبابية، كان في نماذج محاكاة كثيرة. كان في نماذج محاكاة للقيادة السياسية، لمجلس الوزراء، للبرلمان المصري وكل الكلام ده. لكن المرة دي نحن نحاكي ونضع شبابنا ونضع أنفسنا كشباب محل صناع القرار المشاركين في مجلس الأمن. وما أدراك طبعا ما مجلس الأمن ودوره وأهميته المنوطة في هذه الأيام وفي هذه الظروف الصعبة التي تمر بها أغلب بلدان وشعوب العالم بسبب العنف وبسبب الحروب القائمة للأسف الشديد. نموذج محاكاة المجلس الأمن كمان هيكون في مجابهة للمخاطر اللي بتهدد الأمن والسلم العالمي. دي يمكن أبرز أو هي بالفعل المحاور الرئيسية اللي هتدور حولها جلسات منتدى الشباب العالمي. لأنه ناس كثيرة جدا الحقيقة بتسأل هيكلموا على إيه، أنواع الجلسات إيه، طبيعة الجلسات إيه. أنا اديت حضراتكم فكرة دلوقتي عامة عن الأربع محاور الرئيسية اللي بتندرج تحتها بقى كل هذه الجلسات. ولكن يبقى دائما السؤال المهم جدا، احنا عرفنا خلاص مع حضراتكم مين صاحب الفكرة، مين صاحب فكرة ان احنا النهاردة في شرم الشيخ بنستعد بعد ساعات قليلة جدا لاستقبال رؤساء وملوك واستقبال 2000 مدعو واستقبال شباب من مختلف جنسيات العالم. لكن مين اللي بيعمل الشغل؟ مين اللي بيجهز؟ مين اللي بينظم؟ من اول فكرة ارسال الدعوات الى الشباب والى دول العالم، مرورا بفكره التيكتنج والريزرفيشنز والاكوموديشنز والحجوزات والحاجات دي كلها، وهي مواضيع صعبه جدا الحقيقه جدا،
مرورا أيضا بفكرة التنسيق العام، مرورا بتجهيز القاعات، مرورا بتجهيز الندوات. كل دي أنا بعتقد إنها أمور كثيرة جدا تستحق، والقائمون عليها والباذلون لمجهودات خرافية حقيقي من جيل الشباب المصري الواعد المتحمس يستحق أن يلقى عليه الأضواء، يستحق أن تلقى عليه الأضواء، يستحق أن نقوم بتحيته والتعرف ولو على جانب منه. الشباب دي يا جماعة عايز أقول لحضراتكم إنها بتطبق 24 ساعة، فرق بتواصل لبعض، احنا بنبقى موجودين. احنا الحقيقة يعني انا بقالي حوالي 3 ايام هنا موجودة او يومين موجودة في شرم الشيخ، بنجهز طبعا للجلسات اللي هنديرها بإذن الله، وبنجهز للندوات وبندخل نتعرف. دخلنا البرس سنتر هنا او المركز الصحفي هنا، بنعمل اجتماعات مع الشباب. الشباب دي يا جماعة حرفيا بتنسى تاكل، وانا بقول الكلام ده وبقول حاجات انا شفتها بنفسي، يعني بيكتشفوا فجأة ان الاكل قدامهم برد وعدى معاد الاكل بكتير، لانه هم مركزين، مركزين لان عندهم هدف واحد بس، مركزين لانه هدفهم انه احنا، مش انا، احنا باذن الله كشباب مصر ننجح. هذا المنتدى منتدى الشباب العالمي، هو بحق منتدى للشباب، خرج من فكرة شباب مصريين، نظم وفعلت كل أدواته وجلساته بإذن الله، والتحضير والتجهيز لي بأيدي شباب، بأيادي شباب مصريين. وإن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله بإذن الله، لأنه ربنا أكيد لا يضيع أجر من أحسن عملا أبدا، إن شاء الله عندما ينجح هذا المنتدى هنقول للشباب المصريين دول شكرا لكم. نطلع مع بعض نسمع سريعا أغنية الشاب خالد الجميلة اللي غناها وفاجئ بيها الناس لمنتدى الشباب العالمي، ونرجع بعد لحظات مع حضراتكم بعض المفاجآت اللي أنا شخصيا فخورة أني أكون موجودة هنا في مدينة السلام في شرم الشيخ وأقدمها لحضراتكم. خليكم. يا اهلا وسهلا بحضراتكم مره تانية ومن داخل قاعه المؤتمرات المركز الدولي للمؤتمرات بمدينه السلام، مدينه السحر والجمال بشرم الشيخ، لحضور منتدى وتنظيم واقامه باذن الله منتدى الشباب العالمي من الرابع الى العاشر من نوفمبر الجاري 2017. مره تانية بنجدد الترحيب بحضراتكم، بس الترحيب والتشجيع وكلمه شكرا حتى لو مقدما، احنا مش بنقاطع، بس احنا باذن الله عندنا يقين، يقين انه ربنا سبحانه وتعالى لا يضيع أجر من أحسن عمله، يقين أنه على الشباب أو علينا كلنا الحقيقة كمجتمع وإعلام وصحافة، إحنا كلنا لازم ننظر إلى الجنود المجهولة، الجنود المجهولة اللي طول الوقت كانوا واخدين على أكتافهم عاتق إقامة وبإذن الله نجاح منتدى الشباب العالمي. معايا مجموعات من الشباب، احنا هيبقى في لقاءات تباعا كده، أجمل ناس وأجمل شباب اللي سعيدة ان احنا بقالنا يومين تقريبا مع بعض حوارات واجتماعات وندوات، وبندخل عليهم فجأة قاعة الاجتماعات بتاعتهم، معرفش اسمها بقى emergency ولا غرفة العمليات operation center، غرفة العمليات، اللي قاعد على الأرض واللي فتح اللابتوب واللي سارد على الحيطة، أجواء جميلة جدا. يا صباح الخير عليكم، اتعرف بيكم لو سمحت. انجي غنيم. انجي غنيم. مارينا سمير. اهلا مارينا. اهلا. محمد عدوي. اهلا يا عدوي. رضوى احمد. اهلا وسهلا. ايا سليم. يا اهلا وسهلا بيكم. انا مش عايزه اتكلم كتير، انا عايزاكم انتوا تتكلموا، انتوا من الشباب المنظم لمنتدى الشباب العالمي، ايه الموضوع؟ والله هو الموضوع بدا في الاسماعيليه. تعالي كده عشان وشك يطلع للكاميرا، لا ادخلي كده جنب مارينا. ايوه. هو الموضوع بدأ في الإسماعيلية بدعوة من شباب زمايلنا اللي كانوا منظمين برضو مؤتمر الإسماعيلية، إن يبقى فيه منتدى شباب عالمي. كانت مجرد فكرة مجنونة طرحناها في الإسماعيلية، واكتشفنا إن من في توصيات المؤتمر إن سيادة الرئيس بيعتمد اللي إحنا قلناه وبيعلن إن هيبقى فيه منتدى شباب عالمي في شرم الشيخ، ودي كانت مفاجأة لينا كلنا حقيقة. كانت مفاجأة. كانت مفاجأة لينا، لأن هي كانت فكرة إحنا طرحناها وما كانش فيه عليها أي حاجة رسمية إن هي هتتوافق أو لأ. في توصيات مؤتمر الإسماعيلية لقينا إن الفكرة دي بقت من ضمن توصيات المؤتمر وهي أوريدي هتتعمل، وديها بتتعمل أهي. وديها بتتعمل، وديها بتتعمل. مارينا، أنتوا عندكم هنا مجموعات متقسمة، يعني تجهيز، توجيه الدعوات، الفولو اب عليها، التيكتنج والايرلاينز والسفر والاكوموديشن والارايفلز وكل الكلام ده، بتقسموا بعض كفرق ازاي؟ احنا في الاول اتقسمنا 5 فرق كبيره كانت مكونه من المحتوى واللوجيستكس ولجنه العلاقات العامه او البي ار،
كان من ضمنها كمان لجنة الميديا والسوشيال ميديا، وكان في لجنة التسويق كمان، واخر لجنة عندنا كانت الكرايسيس مانجمنت او ادارة الازمات. في اللجان دي تقسمنا بعد كده، قسمنا الشغل علينا، فكل واحد كان عنده مثلا خبرة في حاجة معينة بحكم شغله او بحكم ان هو مثلا كان واخد كورسز برا، قدر ان هو يشارك في الموضوع ده. فانا مثلا بحكم ان انا مضيفة جوية في مصر طيران، فقدرت ان انا اساهم في لجنة التيكتنج او حجز التذاكر، وفي نفس الوقت ساهمت في لجنة المطار بحيث ان احنا بنقدر نستقبل الوفود وبنقدر نوديهم الاوتيلات بتاعتهم، بنضمن لهم الاكوموديشن، طبعا بنرحب بيهم بالاستقبال الموقر، وفي نفس الوقت سبوكس بيرسون كفرنش سبيكر ان شاء الله في منتدى شباب العالم. سبوكس بيرسون كمان. Yes. دي حاجه جميله ومسؤوليه كبيره. طبعا انا معايا المتحدثه الرسميه باسم الشباب المنظم لمنتدى الشباب العالمي. حاجه زي كده، واحده منهم. كل التوفيق يا رب ان شاء الله. عدوي. عدوي بقى يا شباب، عدوي. عدوي ده اي حد فينا بقى، في الزملاء الاعلاميين الصحفيين، احنا بقى لنا يومين زي ما بقول لحضراتكم هنا بنجهز لندواتنا وجلساتنا احنا وكده، اي حاجه يا عدوي. الحقنا. يا عدوي قول لنا ايه بقى الموضوع. الموضوع كبير. هو الموضوع بدا في لجنه المحتوى. انا اصلا في لجنه المحتوى بنحضر للسيشنز اللي هتبقى في قلب المؤتمر، 34 جلسه. بعد كده جينا في الاخر، المفروض المودريتورز اللي هيبقوا دايرين الجلسات يختاروا فريق مننا عشان يكون معاهم في اداره المحتوى نفسه، في التحضيرات، في الاسئله، في كل الحاجات دي. وفي الاخر اتقسمنا انه في كل حد مننا معاه مجموعه من الساده الاعلاميين عشان يكون مسؤول عنهم، يساعدهم ويحاول يوفر لهم كل حاجه عشان الجلسات تطلع كويسه. حلو جدا. طيب التنسيق هنا جوه بقى والمتابعه ورش عمل وخليه نحل وقاعة الاجتماعات بتاع، يعني قصه كبيره، يعني قاعة العمليات قصه كبيره جدا، الموضوع مش سهل فعلا. هل 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 في عقبات بتقابلكم؟ هل في تشالنجز بتقابلكم بصراحه؟ اكيد مفيش حاجه بتمشي من غير عقبات، احنا مش كاملين، مفيش حاجه كامله خالص، مفيش حد صح للنهايه ولا حد غلط للنهايه، احنا بنشتغل على قد ما نقدر وبنحاول نطلع الحاجه بيرفكت، ولو في اي غلط او اي حاجه بنحاول نتفاداها. مش المهم او الصعب ان يكون في مشكله، المهم نعرف نحل المشكله دي ازاي. عشان كده احنا من الاول عاملين فريق اسمه اداره الازمات، عشان لو في اي ازمه طلعت اثناء المؤتمر، بعد المؤتمر او قبله في تنظيمات او اي حاجه، ده خاص بحلها. وبعدين هنا مفيش حد فينا يعني متخصص في حاجه معينه ما يقدرش يساعد، لا، انجي مثلا او رضوى او ايه، انا لاحظت هو في حاجه معينه شاف ايش معينه حب يحلها، ما عرفش يحلها، بيلفت انتباهنا ليه عشان نساعد كلنا بعض. هنا كله كرو واحد بيطلع حاجه معينه، مفيش حد انا هيد على حد او لا، كلنا واحد عشان نطلع الموضوع كويس. 600 شخص كده نفس الموضوع. صحيح، واحنا كلنا لاحظنا ده على فكره، يعني مفيش حاجه اسمها وانا مالي او انا ماليش دعوه او لا حضرتك فلان، لا، حضرتك عندك مشكله او عندك في حاجه واقفه او في حاجه معلومه محتاجها، هاخدك من ايدك واوديك للزميل المختص بيها، بس مش هسيبك، كلنا بنساعد بعض. تمام. سبورتنج بعض. لازم عشان نطلع بالمؤتمر ده، عشان بعد احنا بقى عندنا تجربه صغيره في مؤتمرات كتير قبل كده، من اول شرم الشيخ، اسكندريه، والقاهره، واسماعيليه، واسوان. في زمان كتير جدا شاركوا في كل حاجه، بس الميزه في المؤتمر ده ان الشباب هنا شايلين كل حاجه فعلا، مفيش شركات منظمه في اي حاجه. أيوة. من اول التيكتس. أيوة. من اول التنظيم. أيوة. الدعايه، الاعلام، كل حاجه. صح. حتى استقبال الوفود في المطارات، الدخول المدعوين هنا اللي هيبقى في الجلسات، اللي واقفين على الابواب بيستقبلوهم، هم الشباب المصري، مفيش اي شركات اجنبيه، مفيش اي حاجه، دي حاجه خلاصة مصرية للآخر عشان نطلع البرنامج بإذن الله. طيب المعلومة اللي زميلنا وأخونا محمد العدوي قالها دي في منتهى الأهمية. ناس كتير قوي كان عندها انطباع، إحنا لما كنا في الأول بدأوا يكلمونا عن المنتدى وبدأنا نحضر الاجتماعات، قلنا طبعا جايبين بقى بي آر ايجنسيز وشركات منظمة عالمية تشتغل وتدور الموضوع. الحقيقة لقينا إنه لا، المنظمين لهذا الموضوع هم الشباب دول. دول الشباب المصري، لا في بي ار ايجنسيز ولا في ماركتنج ايجنسيز، الشباب ده هو اللي عامل كل حاجه زي ما بيقولوا فروم اي تو زي، يعني حتى التيكتنج والحجوزات وكل حاجه انتوا اللي عاملينها، كل حاجه انتوا اللي عاملينها. رضوى، ولا اقول لك دكتوره رضوى؟ حضرتك تحبيه. طب انا اسمحوا لي اقول لحضراتكم حاجه قبل ما رضوى تتكلم. امبارح كنا بنشتغل فيه، بنحضر تجهيزات الجلسه اللي ان شاء الله هتشرف ان انا باذن الله اديرها. وبعدين فدخلت بيعرفوني على رضوى، بيقولوا لي ان رضوى هي المنسق اللوجيستكس، وعرفت واحنا بندردش مع بعض انها دكتوره صيدلانيه.
فأنا بقيت بتساءل الحقيقة، يعني يعني طب صيدلة يعني هي الكيمياء مهمة طبعا. هو احنا بنعمل كل حاجة، احنا هنا في تنظيم المؤتمر كل واحد فينا يقدر يعمل اي حاجة بيعملها. انا هنا منسق لوجيستي للقاع، فاي واحد فينا عنده اكسبيرينس بيحطها. فاحنا قاعدين مع حضرتك في البروفا، اي كومنت عندي حتى لو هي دي ما كانتش يعني التاسك بتاعتي كتاسك زميلتي مع حضرتك في المودريتر، انا المفروض ان انا ابلغها. فاحنا بنعمل كل حاجة عندنا في المؤتمر، وهي دي ميزتنا نحن هنا ال 800 شاب او ال 1000 شاب المشاركين في تنظيم المؤتمر من تخصصات مختلفه. في حضرتك برضو شفتي معايا زميلي طبيب، طبيب اسنان، فالتخصص بتاعنا او الشهاده اللي احنا متخرجين بيها ملهاش علاقه دلوقتي بالشغل. اهم حاجه ان احنا ده جوب ويل بي دان، واهم حاجه ان حضراتكم تشوفوا منتدى على مستوى عالمي يشرف مصر. في الاخر انا لو طلبوا مني ان انا بس الم من ورا الناس هلم من ورا الناس، ما عنديش اي مشكله، بس اهم حاجه ان بالنسبه لحضراتكم يطلع المنتدى يشرف مصر. الملاحظات التكنيكال يعني، يعني رضوى بجد امبارح واحنا سهرانين وسهرين متاخر في القاعات وقاعدين بنشتغل، كل حاجه بنتكلم عليها، بنتكلم على الصوت، بنتكلم على الاضاءه، بنتكلم على تجهيز الكراسي، بنتكلم التفاصيل، البانل هتبقى قاعده ازاي، التفاصيل دي كلها حتى التكنيكال الدقيقه انتوا انفولفد فيها، يعني داخلين فيها. ما هو احنا اجتهاد شخصي، لازم كلنا كنا بنذاكر كويس قوي قبل ما نقعد مع حضراتكم، وزمايلي المسؤولين على المودريترز برضه كانوا بيذاكروا كويس قوي. فاحنا قاعدين قبل ما حضراتكم توصلوا كنا قعدنا مع المخرجين بتوع القاعه، قعدنا مع الناس المسؤوله عن الفراشه والناس المسؤوله عن ديكور، وقعدنا مع مهندسين الصوت قبل ما حضراتكم تيجوا، عشان في الاخر لما تطلع الدنيا على الهواء تطلع الدنيا كلها بيرفكت على قد ما نقدر. صح، على قد ما نقدر، على قد ما نقدر هنطلعها بيرفكت وعلى قد ما نقدر عشان تطلع بصوره مشرفه، لان في الاخر دي صوره مصر. صح بس صح. كده جميل، انا فخوره بيكم جدا. اتعرف عليكي ايا سليم. يا اهلا بيكي يا ايا. اهلا وسهلا. دورك ايه؟ بنعمل ايه؟ انا في لجنه المحتوى، منسق محتوى في الجلسات. ايوه تمام، منسق محتوى في الجلسات. اوكي، منسق محتوى ضمن الجلسات وضمن فريق العمل. احنا دلوقتي وصلنا لمرحله انا ما بقتش كذا وكذا، انت بتحطي ايدك في كل حاجه. صح، كل حاجه. صح، انت كل خطوه هتخطيها هتلاقي في وشك شاب. فكرة الناس في طبعا. الشركات والكلام ده كل ده مش موجود. شباب من A to Z، احنا مشتغلش من يوم ولا شهر ولا اسبوع، لا لا الكلام ده غلط. احنا تقريبا من اول سيادة الرئيس بالظبط، من اول سيادة الرئيس اعلن المؤتمر واحنا بنشتغل من ساعتها. سهر شغل حضراتكم طبعا شفتوا الكلام دوت. التواصل كلمة شركات دي مش موجودة. الشباب من A to Z بعيدا عن تخصصاتنا، احنا شمرنا كده ودخلنا في الشغل، خدنا قبليها طبعا تريننج عشان نبقى يعني ملمين بالدنيا، لكن بعد كده كل واحد بيابلاي، ووسط ما هو بيابلاي بيسبورتنج وبيحط الهاند بتاعته. ده شيء جميل ان شاء الله، احنا نطلع بحاجه كويسه ان شاء الله، وما تبقاش دي اخر مره ان شاء الله، يبقى على الاجنده العالميه باذن الله ان شاء الله. احنا خرجنا من 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 جزء بتاع بقى مؤتمر وطني، لا احنا خرجنا بره، فالمسؤوليه كبرت، الموضوع كبر، واحنا قدها ان شاء الله، وباذن الله ان شاء الله الموضوع ده هيكرر مره واثنين وهيبقى على الاجنده العالميه باذن الله. يا رب ان شاء الله. فخوره بيكم جدا جدا، وهنرجع تاني كلنا عشان نسلم على جمهور دريم مع بعض كلنا، بس هستاذنكم عشان مجموعات تانيه من الشباب تدخل. شباب مصر الجميل المنظم لمنتدى الشباب العالمي، اتفضلوا يا شباب، اتفضلوا، شكرا ليكم، ما تروحوش بعيد، احنا عدوي عدوي، احنا مع بعض طول اليوم. ها في عندي حاجات في الجلسه يا عدوي عايز اسالك عليها. اتفضلوا اتفضلوا، يا اهلا وسهلا بيكم، يا اهلا وسهلا بيكم، اتعرف عليكم، تعالوا بس نقرب كده من بعض لو سمحتوا. يا اهلا وسهلا بيكم، اتعرف عليكم. يسرى احمد. احمد حسين. اميمه رمضان. مينا ابراهيم. هاجر ممدوح. اهلا وسهلا بيكم، فخوره ان انا واقفه وسطكم النهارده، شفتكم امبارح واول امبارح والايام اللي فاتت بتشتغلوا، وانتم بقى لكم شهور الحقيقه طويله بتشتغلوا. ايه امتع اللحظات اللي ممكن تكون بتعدي عليكم، وايه اصعب اللحظات اللي ممكن تعدي عليكم بصراحه شديده؟ هي كانت عموما انا كنت ضمن فريق اداره الازمه، واحنا ما بنسميهاش ازمه، احنا بنسميها تحدي، ما عندهاش ولا ازمه ولا مشكله، لا احنا بيبقى اي حاجه بتواجهنا هي تحدي المفروض نعديه. من اجمل اللحظات ان احنا بدانا نتريل المنتدى من اول خطوه فيه، من اول ما الوافد هيجي لنا من المطار الاجنبي بتاعه هيطلع لحد ما يخلص المنتدى كله ويبدا يروح تاني بلده. فكان ان انت بقى تتخيل السيناريو كله، كل خطوه، طب لو حصل ايه، طب ثقافات المختلفه، طب انا هعمل ايه لو ده الفعل معين عملته مش من مناسب لثقافه البلد دي، فتبدا تعمل السيناريو كله. فاحنا حسينا ان احنا عشنا المنتدى اكتر من مره بكتر السيناريوهات دي. ده شيء جميل جدا. صح، بالنسبه لنا امتع اللحظات بتتقسم لكذا حاجه. اول كل ما بخلص من كل تاسك او احس ان انا انتهيت من مهمه كده، دي بالنسبه لي لحظه متعه، وببدا ابص للتاسك اللي بعدها وابدا اشتغل عليها. بس بالنسبه لنا المتعه الكبيره لما نخلص من المؤتمر وينتهي ونحس بنجاح المؤتمر، ويبقى المؤتمر ده ضمن اجنده المؤتمرات العالميه الممثله اللي كل شباب العالم بيطمح كل سنه انه يجي لها.
طبعا زي ما الزملاء قالوا هو كل اللحظات ممتعه، كفايه ان هو عمل شبابي from A to Z، من خلفيات مختلفه، من ثقافات مختلفه، من اراء مختلفه، وبنحاول ان احنا نعمل حاجه باسم مصر. ده في حد ذاته شيء ممتع جدا، وان احنا بنحضر حاجه ان احنا كمان هنتحاور بيها مع الشباب اللي هم من جنسيات مختلفه، وبندعوهم للحوار ودعوه للسلام العالمي. كل حاجه بنعملها ممتعه جدا. رائع. مينا، انا بالنسبه لي من امتع اللحظات اللي مرت عليا ان الشغل اللي معايا جماعي، انا مش شغال لوحدي، انا معايا مجموعه من الشباب، انا موجود وسط مجموعه كبيره زي ما حضرتك ذكرتي، تخصصات مختلفه، محافظات مختلفه، يعني كل واحد فينا ليه تخصص معين، لا احنا شغالين مع بعض، انا مش شغال لوحدي. في اي وقت بلاقي حد يسند، بلاقي زميل ليا او زميله ليا يدخل معايا في الشغل، فده من امتع اللحظات. انا مش شغال لوحدي، انا مش موجود لوحدي، لا احنا موجودين مع بعض وكلنا شغالين مع بعض، كلنا بنعمل شغل مع بعض. صحيح. هو على مدار المؤتمرات الدورية اللي فاتت كلها مع اتفاق الزملاء كلهم، أمتع اللحظات بتبقى يوم حفل الختام، لما بيكلل بقى عملنا وجهدنا طول الشهور اللي قبل تحضير المؤتمر بالنجاح، ونشوف الناس كلها فخورة بشغلنا، والناس كلها مش بتبقى مصدقة ان ده شغل الشباب فقط زي ما حضرتك لسه قايلة. بس فعلا دي تبقى أحسن لحظة، ان الواحد شايف ان احنا قادرين نقدم للمجتمع ونقدم لمصر علامة مميزة فعلا تفضل موجودة مع مر التاريخ. أنا سعيدة وفخورة بيكم جدا، وهسألكم سؤال قبل ما تسيبوني عشان مجموعة أخرى برضو من الشباب تنضم لينا. أنا سمعت، يعني قيل لي أن أنتوا أحيانا فعلا بتطبقوا 24 ساعة ده واضح أن السؤال جاء على الوتر الحساس جدا، يعني طلعت من قلوبهم، يعني أن بتطبقوا 24 ساعة وبتدخلوا في اليوم التاني بلا نوم، الكلام ده حقيقي؟ احنا امبارح واصلين الاوتيلات الساعه 6، جايين النهارده الساعه 8، هم ساعتين بس يا دوب ننام ساعه يوميا على هذا الاساس، عشان عايزين كل حاجه تطلع صح بقدر الامكان. يعني ده مش صعب حضرتك؟ هو صعب، بس حضرتك كمان احنا في عندنا مشكله، احنا بقالنا اكتر من شهرين في ناس مننا مش واخده تفرج من اشغالها، يعني كنا بنيجي نطبق لحد الصبح ونطلع على الشغل ونرجع نخلص شغلنا ونطلع على طول على المؤتمر بسبب التجهيزات. اي نعم ان هي صعوبه، بس عشان حاطين حلم كبير قدامنا، يعني احنا عايزين ننجح المؤتمر بتاعنا وان المؤتمر ده بيمثلنا، فلازم نشتغل على النقطه ديت. كلمه اخيره بقى عايزه تقوليها؟ بقول طبعا ان احنا كشباب مصري بندعو كل شباب العالم ان هم ييجوا، وان احنا نفتح المجال للحوار وللسلام، وان في اساليب اخرى لحل المشاكل العالميه، اهمها طبعا ان احنا نتعرف على بعض وكل طرف يشوف الجانب الاخر من اللي ما كانش شايفه من الاطراف اللي كان على صراع معاها وكده، وان الحوار هو افضل وسيله لتحقيق السلام. انا طبعا برحب بكل الشباب اللي جايين من بره، من العالم، من الدول كلها، اهلا وسهلا بكم في بلدكم مصر. احنا جايين عشان نتكلم، جايين عشان نتحاور، جايين عشان نكسر ونعمل يعني نكسر الحاجز الموجود ونعمل جسر من التواصل الفعال بيننا وبين بعض. لا احنا عايزين نتكلم، عايزين نوصل لعالم مليان سلام، مليان تنميه، مليان يعني بكل سلام وكل امان ان شاء الله. يا رب. هو المستقبل بايدينا، احنا جمعنا هنا علشان احنا مؤمنين بفكره ان الشباب هو القادر انه يغير المجتمع ويغير العالم كله. عندنا تحديات كتير في كل دول العالم، نتمنى ان الشباب العالم كله يجتمع عندنا هنا في مصر في شرم الشيخ، ويتوصل للسلام الحقيقي اللي يقدر بيه يعم السلام على العالم كله. بشكركم جزيل الشكر، شكرا ليكم، وهنلتقي مره تانية بعد دقائق قليله. اتفضلوا مجموعه اخرى من الشباب المنظم للمنتدى الشباب العالمي. عايز اقول لحضراتكم حاجه، اتفضلوا هنا، اتفضلوا يا شباب، اتفضلوا، مجموعه هنا ومجموعه هنا، يا اهلا وسهلا، يا اهلا وسهلا، اتفضل هنا. ايوه، عايز اقول لكم على حاجه قبل ما اتعرف عليكم سريعا. انا طول قولوا لي عايزين حاجه في الصوره هنا، حاضر، ممكن تطلعي قدام شويه هنا، بصي عايزين يوقفونا في الشمس مصممين، كل ما ارجع ورا في الظل شويه يقولوا لي لا اطلعي قدام عشان الشمس. انا بقالي هنا ايام وبتكلم مع شباب منكم بقالي فتره طويله، بالامانه انا ما سمعتش كلمه انا، احنا طول الوقت بنسمع كلمه احنا، وي او ذا تيم، ما بسمعش كلمه انا. اتعرف بيكم واسالكم سؤال، بتفتكروا ده سر من الاسرار اللي مديه الشباب مدياكوا هذه الطاقه الايجابيه الجميله؟ اكيد، انا اسمي ايمان عمر، واكيد دي الفكره اللي احنا قايمين عليها. احنا فاكرين احنا فكرتنا احنا تيم وورك، متقسمين جوه اللي كان كل واحد متخصص يعمل حاجه، بس مش معنى كده ان لما انت تخلص شغلك وزميلك محتاج حاجه انك ما تكملش معاه، لا احنا بنكمل بعض، بنشتغل في كل حاجه، تخصصنا موجود، الحاجه اللي بنكون مركزين عليها بنعملها، بس مش معنى كده احنا ما نساعدش زمايلنا. عشان في الاخر هو مش هيتقال ايمان ومحمد وعمر، لا في الاخر هيتقال
بتقول ده شباب مصر، ده منتدى شباب العالم اللي مصر نجحت ان هي ان شاء الله تعمله وتعمله بطريقه مميزه باذن الله. انا نوران عوضين، يعني انا هستعين بروح المنتدى بتاع السنه اللي فاتت، هو تقريبا هي نفس الروح اللي مكمله السنه دي من السنه اللي فاتت، واحنا ايا كان تقسيماتنا ايه، اي حد بيبقى محتاج اي مساعده لازم نكون موجودين، لازم نكون في ظهر بعض، لان في الاخر اللي بيطلع بيمثلنا كلنا، ما بيمثلش الشخص بنفسه هو. يعني مثلا حد محتاج باوربوينت، محتاج بحث ريسيرش في حاجه معينه، محتاج تنظيم في حاجه معينه، كلنا لازم نساند بعض في الاخر، دي صورتنا كلنا، صورتنا كلنا في الاخر، دي صورتنا كلنا. صباح الخير يا استاذه منى، انا اسمي محمد رضا ومن شباب برنامج. الفكره كلها في العمل الجماعي اللي احنا نشأنا عليه في برنامج الرئاسي اولا، وتعلمناه من اداره المنتدى، اللي احنا لازم كلنا نكون ترس في يعني مجموعه الروس كلها بتكمل بعض، ما ينفعش حلقه واحده بس تقع. صح، يعني لو حلقه وقعت كده خلاص الشكل كله، شكل كله مش هيطلع مظبوط. فهو اهم حاجه ان احنا كلنا نكون سند بعض، نشوف مثلا حاجه عجزت، حد يخش مكان حد، مثلا ما بتفرقش معانا وقت الحاجه دي تخلص ازاي، المهم الحاجه تخلص على اكمل وجه. وكمان جوده الحاجه هي اللي بتفرق، وهي اللي هتدينا التميز فيما بعد. يعني الاكتر من كده يعني اللي انت ما بتفرقش معاكي الطاقه والمجهود اللي انت بتطلعيه، على قد ما بتفرق معاكي اللي احنا كتيم ورك لازم نطلع في احسن صوره ونقدم العمل في احسن صوره. برافو عليك. صباح الخير. صباح الفل. انا ايه فايد برضو من شباب البرنامج. علي صوتك يا ايه. انا ايه فايد من شباب البرنامج. هو احنا هنا اتعلمنا ان احنا كلنا نبقى مجتمع واحد، يعني احنا دفعتين، الدفعتين واحنا بنشتغل مع بعض، احنا بنشتغلش مع بعض ان انا دفعه اولى او دفعه تانية، لا احنا دفعه واحده. طبعا بنتكلم على دفعات على البرنامج التاهيل الرئاسي PLP. احنا كلنا واحد، احنا كلنا اي حد بيكتب بس على جروب انا محتاج شغل كلنا بنجري، ايا كان بقى تخصص ايه، يعني لو حد في اللوجيستكس محتاج حاجه بنروح، حتى لو احنا لجنه تانية، كلنا بنحاول ان احنا نتعلم من بعض ونساعد بعض ونطلع الصوره باكمل وجه، بننسى الوقت، بننسى كل حاجه، بنجري في اوقات غريبه. اهم حاجه بالنسبه لنا ان احنا نطلع الشغل ده على مستوى محترم يليق باسم بلدنا، ونعرف الناس ان لا مصر حلوه وغنيه قوي وثريه بشبابها وبقدرات اللي موجوده فيها، يعني احنا بنحب بلدنا قوي ونفسنا نبينها ان هي لا يا جماعه مش زي ما انتم شايفين، لا احنا بلدنا حلوه وكلنا بنشتغل عشان نطلع احلى حاجه فيها، وعشان المنتدى ده يبقى يليق باسم مصر وباسم بتعبنا ويكلل مجهودنا وباسم شباب مصر. طبعا الله. شباب مصر اهم حاجه، يعني احنا عندنا سيشنز واحده، يعني مقاعه واحده بس عشان الشباب. فيعني احنا اهم حاجه طبعا الشباب، لان الشباب دول هم المستقبل، هم اللي هيبنوا بكره. بشكرك يا آية. اتفضلي. صباح الخير، انا اسمي رنا فرغل، دكتوره اسنان. احنا بالنسبه لنا هنا كل واحد فينا عنده ميزه لازم يقدر يوديها، بحيث ان احنا في الاخر نطلع عمل متكامل مع بعض. احنا كل واحد فينا جاي من تخصص مختلف، لو احنا كلنا تكاملنا هنقدر ان احنا نطلع المنتدى بافضل صوره ممكنه عشان نقدر نشرف بلدنا. وكمان احنا اتعلمنا هنا ان اي عمل صغير، حتى مجرد ان انا افتح الباب او اعمل اي حاجه صغيره، هيدي لنتيجه كبيره. لازم ان احنا ما نفكرش ان انا اعمل عمل عظيم، لا، اعمل عمل يقدر يخدم الموضوع. أنا سعيدة والله وفخورة جدا بالكلام الجميل ده. غدا هشام، حاسبات ومعلومات. احنا اتعلمنا هنا انكار الذات، اتعلمنا هنا كمان ان انا داخل انا المفروض متخيل ان انا عندي خبرة او تجربة، حتى لو سني صغير في حاجة صغيرة، لكن خبرتي دي هتكبر بزمايلي. يعني انا دلوقتي عندي تخصصي، بس اقدر كمان ان انا اشتغل او ابحث في شغل حاجة تانية، وابدأ ان انا استعين بزميلي اللي متخصص اكتر في الحاجة دي، بحيث ان احنا نطلع في الاخر بعمل يشرفنا كلنا. لان في النهاية انا مش هقول ده بتاعي، ولا هي هتقول ده بتاعها، ولا هو يقول ده بتاعه، هو بتاعنا كلنا، وباسم مصر وباسم منتدى الشباب. صح. ابنوب رفعت من شباب برنامج ياسي. اهلا بيك يا ابنوب. هو في الاول والاخر الغايزة نفسه هو الراعي الرسمي للمؤتمر ده، وهو اللي بدا فكره عمل الشباب من اول يناير 2016، ومن ساعتها والرئيس دايما بيتكلم على وحده المصريين في اي تحدي، اي تحدي لو واجهناه مع بعض هنقدر نحقق نتيجه افضل من كل واحد يواجه اي تحدي ده لوحده. نفس الروح دي هي اللي اتنقلت للبرنامج الرئاسي، وهي اللي اتنقلت لفريق عمل المنتدى. اي حاجه بتعمل لوحدك، لو انت مسكت بازل او لوحه كبيره وحطيت كل حته صح،
في الاخر هيطلع لك لوحه كامله تقدر تبص عليها من بعيد تشوفها كويسه. الله حلو التشبيه ده جدا. لما لو مسكت كل لوحه لوحدها وكل نقطه لوحدها وقربت منها لوحدها مش هتفهم منها حاجه. صح. مش تقدر توصل لك رساله. صح. فاي رساله عشان توصل بالشكل الكامل لازم فيها تكامل بين الناس، فيها تيم ورك، وهو ده اللي بيفرق بين الدول المتقدمه والدول الى حد ما المتاخره. فلو قدرنا نعمل تيم ورك بجد، قدرنا نكمل بعض، قدرنا نعمل اكوميليتيف بين الافورتس بتاعتنا كلنا، ونقدر في الاخر نوصل رساله بالشكل المضمون اللي يناسب المؤتمر ويناسب صوره الدوله اللي احنا بنمثلها ويناسب القياده اللي حاطط ثقه فينا. انا الحقيقه بعد الكلام ده مش عارفه اقول ايه. استاذنكم بقى اتفضلوا معايا هنا كلكم. انا يعني انا اتفضلوا كلكم. مارينا اتفضلي، يسرى اتفضلي، اتفضلوا يا شباب. مينا اتفضلوا يا شباب. عدوي اتفضل. انا بعد الكلام ده مش يعني صعب قوي انك انت بعد ما تسمع الكلام ده اللي طالع من قلوب الشباب انك تعرف تعلق تقول حاجه. انا هقول حاجه واحده بس صغيره. بره الاجانب عندهم كده كونسبت او مبدا بيقولوا دريم بيج، احلم كبير، ورك هارد، اشتغل بجد بجد، بيكوز فيلير از نوت ان اوبشن، لانه الفشل مش اوبشن، مش خيار عندك. لما يكون عندك يقين بالله سبحانه وتعالى انه لا يمكن هيضيع تعبك، لما تحلم بجد، لما تشتغل بجد عشان تحقق بقى حلمك، مش تفضل تحلم على الفيسبوك وخلاص، تشتغل بجد عشان تحقق حلمك، بإذن الله هتنجح. الشباب دول وغيرهم كتير من الشباب، المنظم للمنتدى الشباب العالمي بشرم الشيخ، أنا فخورة أني واقفة وسطهم النهاردة. دول نماذج من شباب مصر الحقيقي، الشباب الواعد اللي عايز يطلع لبكرة. تابعونا على شاشة دريم طوال فترة المنتدى، إن شاء الله بإذن الله يكون عندنا تغطيات ورسائل خاصة على شاشة دريم لجمهور دريم. وحنعود إلى استوديو صباح دريم دلوقتي، وبصبح مرة تانية على كل زمايلي، لكن بشكركم جزيل الشكر يا شباب. في رسالة عايزين نقولها للناس، نقول للناس We need to talk. اهلا بكم مره تانية مشاهدينا. دي كانت رسالتنا عن منتدى شباب العالم. طبعا موفقين الجميع ان شاء الله، موفق وبالنجاح، واكيد هتتابعوا كل فعاليات المنتدى على شاشة دريم على مدار اليوم. طبعا الكلام اللي اتقال على موضوع محاور المناقشة كانت الحقيقة كلها محاور مهمة جدا ومفيدة جدا، زي مناقشة التغير المناخي والهجرة غير المنتظمة والتنمية. الحقيقة كمان تأثير التكنولوجيا واستخدام الشباب ليها، مش بس بروجرامينج، بس كمان استخدامها على مستويات التنمية وعلى مستويات البناء. الملفت للنظر غير نماذج المحاكاة، لأن هي نقشت قبل كده في المؤتمرات الدورية، بس النماذج المحاكاة طبعا كبيرة المرة دي، زي محاكاة الأمم المتحدة ومجلس الأمن. الحاجة الحقيقة الملفتة جدا للنظر واللي أنا سعيدة أن تم الاهتمام بها، هي القوة الناعمة وتأثير الثقافة والفن بمختلف أشكال وأنواعه على الرأي العام وعلى يعني مجابهة الإرهاب بشكل عام. خلينا نقول أن زي ما قلنا في البداية كده أن في مجابهة للإرهاب على المستوى العسكري، بس في أيضا مجابهة زي اللي شايفينها في المنتدى على كذا مستوى، غير أن هي على المستوى الفني، على المستوى الحضاري، على مستوى أن فعلا الشباب اللي احنا شفنا دلوقتي وسمعنا كلامهم وشفنا اللقاءات معاهم، كلهم الحقيقة بيشتغلوا، انا معرفش هم بيشتغلوا طبعا بدافع حب الوطن، بس كمان اللي احنا شايفينه لو بصينا للموضوع من منظور ابعد شوية هنشوف ان هم لا يقلوا فعلا وطنية عن الجنود اللي موجودين دلوقتي بيحمونا على الحدود، لان هم فعلا نموذج مشرف، نحب ان كل العالم يشوفهم ويعرف مين هم شباب مصر. قبل ما نروح، انا عارفه ان الناس كتير دلوقتي مستنيه موضوع صرف النفقات والجديد فيها، وعلى فكره هو بالفعل في بروتوكول اتوقع مع شركات المحمول الاربعه ان يبقى في صرف النفقات، تبقى على الموبايل، او حتى الاستفسارات والشكاوى على الموبايل. عموما دي الفكره البسيطه يعني اللي حابه اديها لكم، بس هتلاقوا طبعا كل الاجابات بعد هذا الفاصل وبعد
بعد تقريرنا اللي هنشوفه دلوقتي، حيث عقدت مؤسسة مصر الخير لقطاع الغارمين ورشة عمل موسعة لعرض تجربة شباب برنامج الغارمين، برنامج مهم جدا ومجهود رائع جدا من الشباب، وذلك بحضور عدد من الغارمين المفرج عنهم. وشهدت الورشة عرض نجاح تجربة الشباب بالمساهمة في الإفراج عن 50,000 غارم. البرنامج بيهدي تجربة نجاح الشباب لي إلى منتدى شباب العالم ونيت توك، حيث أن برنامج الغارمين بدأ في فبراير 2010 من خلال 7 شباب بس، وابتدى أن هو يتطور ويتطور إلى أن وصل لهذا العدد. مزيد من التفاصيل في التقرير التالي، وأرجع لكم حالا مع الفقرة الرئيسية، ابقوا معنا. عقدت مؤسسة مصر الخير قطاع الغارمين ورشة عمل موسعة لعرض تجربة شباب برنامج الغارمين، وذلك بحضور عدد من الغارمين المفرج عنهم، حيث شهدت الورشة عرضا عن نجاح تجربة الشباب بالمساهمة في الإفراج عن 50,000 غارم. اتحبس عشان تلفزيون وتلاقي بورتوغاز 2800 جنيه، 2800 جنيه، تمت في السجن 15 سنة و 17 و 11 يوم. مؤسسة مصر الخير دي بصحة ربنا أنا مش مسدد العام في الراحل، جابوا لي شقه وجابوا لي عفش وجابوا لي توك توك، وشغال عليه دلوقتي الحمد لله وبحمد ربنا على كل حال. في جماعه راحوا اداني رقم مصر الخير وقالوا لي اتصل عليهم كده، اتصلت عليهم كان ليا 45 يوم في الحبس، ما فيش 15 يوم بالظبط، كان قبل الفرح بتاع البنت، قلت لهم قبل الفرح بتاع البنت 17/3، راحوا سدوا لي الفلوس اللي عليا كلها وجابوا الناس واتصالحوا معاهم، والناس طلعوني قبل الفرح بتاع البنت وقالوا لو في اي حاجه ناقصه للبنت احنا هنجيبها وكده. جيت بعد ما طلعت اتصل عليها تاني في اي مشاكل، قلت لهم انا شغاله، قلت لهم لا مش شغاله، قالوا لي طب تعالي احنا هنعمل لك مشروع او تعمل اي حاجه تاكل من عيش. والله ان كان عليا 3 قضايا، 3 شيكات، فتواصلوا مع عليا احكام يعني فيها وكده، كانت احكام نهائيه، فبنت اتواصلت على النت في مصر الخير، راحوا متصلين بيا برقم التليفون وراحوا، بس كنت انا يعني اتحبست، اجوا وعملوا لي بحث وكده، بس كنت انا اتحبست بقى ما فيش، قعدت اسبوع، بنت اتصلت عليهم يعني اجوا في ساعتها مع بال ما تواصلوا مع الشك وكده كانوا خلصوا الموضوع. البرنامج يهدي تجربة نجاح الشباب به إلى منتدى شباب العالم المقرر انعقاده يوم 4 من الشهر الجاري برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث إن برنامج الغارمين بدأ في فبراير عام 2010 من خلال 7 شباب فقط في القطاع بالإفراج عن 45 غارم وغارمة. بهدي شباب يعني منتدى العالم اللي عندنا تجربة الغارمين عشان أقول لهم هم الشباب ابتدوا وكانوا ما يعرفوش أي حاجة عن المشروع ده وما كانش اتعمل قبل كده في مصر، والنهاردة هم بقوا الحقيقة أحسن ناس بيشتغلوا في هذا المشروع ووصلوا بيه ل50,000 غارم وغارمة. ده رقم كبير جدا، واشتغلوا في 27 محافظة واشتغلوا في 43 سجن وعملوا مصنع في أحد السجون في المنيا بينتج منسوجات، وعاوز أقول لحضرتك إن إحنا يعني بنحاول نكبر ونحط المصنع ده في كل السجون لأن إحنا عندنا الإنتاج اللي بننتجه مش مكفي للمبيعات اللي جاية لنا. إحنا الإجراءات القانونية هنا أو المراحل اللي هي بيتم اتباعها لإخراج غارم أو فك كرب غارم هنا بينحصروا في حوالي 19 خطوة. خدت بال حضرتك بدايه من ان احنا بنستقبل الحالات عن طريق المصادر بتاع اللجنه، سواء عن قطاع عن شركائنا في العمل وهي مصلحه السجون او وزاره الداخليه متمثله في قطاع مصلحه السجون، او احد المصادر الثانيه اللي هي عن طريق كول سنتر او بنتلقى الحالات دي ونبتدي ان احنا نبحث الحالات دي وندرس مشاكلها عشان نقدر نعرف سبب المشكله ومدى مطابقتها للمعايير القانونيه والشرعيه. خدت بال حضرتك زي ما حضرتك عارفه ان فلوس مصر الخير دي اموال زكاه، فلازم تروح للمستفيدين او الناس اللي هم فعلا بيستحقوها بالفعل.
الفعل. فبيتم دراسة الحالات دي وتعمل عليها بحث اجتماعي وميداني عشان نقدر نجيب ان احنا نتوصل لارقام القضايا، ومن خلال كده بنقوم بالكشف عن القضايا دي في النيابات المختلفة او طبقا لسكن كل غانم وغارمة كاتبة لحضرتك عشان نقدر نتوصل للدائنين. البرنامج ابتدى من سنة 2010 والحمد لله احنا مستمرين فيه لحد الان، مخرجين 50,000 غارم وغارمة من السجون. البرنامج ابتدى في 2010، كنا بدأنا بكشف السجون اللي اشتغلنا فيه طلعناه من السجن، وبعد كده بقينا نشتغل الحالات المفرج عنها أو الحالات الأحكام النهائية والحالات المسجونة إلى الآن. إن الهدف الأول للمؤسسة هو شعارها تنمية الإنسان مهمتنا الأساسية، فمن خلال هذا الشعار استطاع قطاع الغارمين أن يصل بعدد المفرج عنهم إلى 50,000 غارم وغارمة. جاكلين ماهر، صباح دريم. اهلا بكم مره تانية مشاهدينا، ومعاد فقرتنا الرئيسيه لهذه الحلقه. خلينا ندخل في الموضوع على طول، لان لقيت ناس كتير جدا بعتلنا رسائل عن موضوع بنك ناصر وانشطه بنك ناصر، وتحديدا يعني قصه النفقه بعد توقيع البروتوكول، ان النفقه بعد كده هتتصرف عن طريق الموبايل. هتتصرف ازاي عن طريق الموبايل؟ ده طبعا اللي هنعرفه. وعلى فكره في اسرار كتير وحاجات كتيره جدا تنموية ومشروعات ويعني مواضيع كتيرة جدا نقدر ان احنا نستفيد من بنك ناصر فيها، وعشان كده خلونا طبعا نرحب بضيفنا اللي منورنا في الاستوديو، طبعا دكتور خالد يكن، مستشار رئيس مجلس الإدارة والمشرف على قطاع نظم المعلومات ببنك ناصر الاجتماعي. اهلا بيك يا دكتور، صباح الخير على حضرتك. طيب دكتور خالد، في حاجات كتيره جدا يعني يمكن ناقشناها انا وحضرتك اثناء الفاصل، والحاجه اللي ضايقتني في الموضوع على قد ما الموضوع كان فيه ايجابيات كتيره، ان ما فيش ناس كتيره عارفه انشطه بنك ناصر للاسف. خلينا نبتدي الاول بس بدور بنك ناصر الاجتماعي، هل هو دور اجتماعي فقط ام اجتماعي مصرفي؟ طيب انا هرد عليك على سؤالين بقى. السؤال الاولاني ان في ناس كتيره ما تعرفش انشطه بنك ناصر، وهل بنك ناصر اجتماعي فقط ولا مصرفي اجتماعي؟ هو الرد على السؤال الاولاني ان انا اقول لحضرتك ان احنا عندنا ما يقرب من 1,000,000 عميل. فمعنى هذا ان في شريحه كبيره جدا بتتفاعل مع بنك ناصر وعارفه انشطه بنك ناصر، وده قوه للجهاز المصرفي ان يكون في بنك متخصص زي بنك ناصر الاجتماعي اللي بيقدر يقوم بدوره من الشقين. وده اجابه على السؤال الثاني بقى. لا، بنك ناصر هو بنك بيقوم بكل الأنشطة المصرفية المتعارف بها في السوق المصرفي، بجانب تركيزه وتخصصه في الجانب الاجتماعي زي بنوك أخرى. الناس دايما يعني الناس عندها خلط في الحتة دي عندها خلط في الحتة دي، يعني في بنوك كثيرة أخرى برضو متخصصة في الجانب العقاري، متخصصة في الجانب الزراعي، بس ده لا يعني انها بتقوم بالأنشطة المصرفية. احنا نفس الحكاية، بنك ناصر الاجتماعي بيقوم بكل أنشطته المصرفية المتعارف عليها، وبجانب تركيزه الأكتر على الناحية الاجتماعية. الناحية الاجتماعية ازاي بقى؟ بطبيعة المنتجات اللي بيقدمها. طبيعة المنتجات هي ميسرة شوية، تتماشى مع الطبيعة للخدمة الاجتماعية. ده عشان كده تعرفنا بالاسم ده أكتر. البنوك الأخرى أفندم؟ في تيسيرات اكتر من البنوك الثانيه في بعض المنتجات، الناس كلها يعني بتقول لا ده بنك ناصر بنك اجتماعي فقط، يعني حتى ناس كتير خاصين بموضوع النفقات. يمكن تميزه يعني النفقات، يمكن هيك تميزه ان في بعض المنتجات اللي بتخدم الناحيه الاجتماعيه كبيره شويه، وده دورنا الاساسي اللي احنا بنركز عليه، يمكن ده اللي ادى له هذا الطبع. فهو ينطبع عليه الاثنين، ان هو بيقوم بكل الادوار المصرفيه ومركز على الجانب الاجتماعي. يعني من المثال ان احنا عندنا بعض القروض الميسره اللي هي من ما عليهاش فوائد، تمويلات بدون عائد، فبالتالي ده نوع شق اجتماعي مساهم. معلش، فوائد خالص ده نوع من مشروطها ايه ومين اللي بتقوم بيها دراسه اجتماعيه للحاله الاجتماعيه وبعض الاوراق اللي بتثبت ان الحاله دي تستاهل، فنقدر ان احنا نقوم زي مشروعات المراه المعيله، هي قائمه كلها على هذا الموضوع بالظبط، هي كلها قائمه على هذا. دي مثال للمشروعات المتناهيه الصغر، وقايمه على ان احنا بندرس المراه اللي بتعول اسره وما عندهاش اي دخل اخر،
ازاي تقدر انها تعيش، ازاي انها تقدر تمارس دورة الحياة الطبيعية، ان احنا نعمل لها مشاريع ونسلمها مشروع، ما نسلمهاش فلوس. يعني احنا من مولها ان احنا نفعل لها مشروع يساعدها على ادارة حياتها. طيب فرضا كده ان احنا عندنا دلوقتي مرأة معيلة او معاها ظروف خاصة وعايزة ان هي تاخد قرض من بنك نصر عشان تعمل مشروع وهي قاعدة في البيت. صحيح. صح كده؟ صحيح. طيب هي هتروح فين وتقدم ايه، ودراسة الحالة بتاخد وقت قد ايه، ومين اللي بيروح يدرس الحالة؟ ده سؤال كبير. عشان ده السؤال بتاع السيدات كلها. هو حضرتك اولا احنا عندنا اكثر من 93 فرع منتشرين جغرافيا في انحاء جمهورية مصر العربية كلها. تمام. فده عامل من عوامل القوة البنك نصر الاجتماعي. كويس. انتشاره الجغرافي السليم. 93 يعني فرع. على مستوى كل محافظات جمهورية مصر العربية. يعني مش متمركزين في محافظة ومحافظة، لا. احنا عندنا فروع تقريبا مغطية جميع محافظات جمهورية مصر العربية. كويس. ده بجانب ان احنا عندنا كمان اكتر من 4200 لجنة زكاة تابعين لإدارة بنك نصر الاجتماعي منتشرين في جميع انحاء جمهورية مصر العربية. طب ايه اللي بيؤدي لهذا؟ ده بيؤدي لقوة ايه؟ ان احنا نقدر اي حد عايز يتقدم من المرأة اللي عندها اعباء تكاليف انها مش قادره تشتغل، مش قادره تشتغل، ما عندهاش مصدر دخل اخر، تعلمها او مثلا زوجها ما بيشتغلش، او زوجها مش موجود، او زوج متوفي، مطلقه، ما عندهاش دخل اخر، ما عندهاش اي حاجه تساعدها على اعباء الحياه، فتقدر انها تتجه لاي فرع من فروع بنك نصر. جميع فروع بنك نصر بتقدم نفس الخدمه، بتعمل دراسه للحاله الاجتماعيه بتاعتها. وعندنا بقى حاجه من الاثنين، اللي هي عندها فكره مشروع هي شاطره فيه، تعرف تقوم بإدارته، ممكن تكون تعرف تعمل مثلا أكلات معينة أو مشغولات تعرف معينة، تعرف تعمل منتجات ألبان، تعرف تربي ماشية، تعرف تعمل أكلات زي ما حضرتك بتقول، وبتعرف مثلا تطبخ أو ليها مهارة معينة. إحنا بننمي ده، وكمان مش بننمي بس، بتجيبوا لها يعني معدات، المكن والمعدات اللي سعيد عليها، حد يكمل على يعني يسقل التدريب بتاعها. لا، هو حضرتك احنا بنمشي بشكل، احنا بندرس معاها الأول هل هي فعلا فاهمه في هذا المنتج ولا تقدر تعمله. ليه ولا بقى؟ ان موظفين بنك ناصر موظفين متخصصين وعندهم الخبره، حياتهم كلها قضوها في البنك في 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 امثله هذه المشاريع، فنمت عندهم القدره انهم يقدروا يساعدوا ويدوا الخبره، فبيقعد مع المتقدم للتمويل ويدرس حالته من الناحيه الاجتماعيه، لقى انه تمام يدرس المشروع بتاعه، لو لقى ان هو عنده خبره مش مكتمله في هذا المشروع بيساعده، وبيساعده ان هو عنده خبره زيه بالظبط كده، هو ده بقى اللي انا بسأل. يعني ممكن يكون حاجه تانية، يعني يقول له لا انت هنا في المشروع ده انا شايف ان انت مش مكتمل فيه الخبره، انا عندي ليك نصيحه بناء على التحدث معك ان المشروع التاني ده يفيدك انت اكتر، ويمشي مع هويتك. يعني هو كمان ممكن يقعد معاه ويساله هل مثلا سيده عايزه تعمل مشروع، هل بيسالها حواليكي البيئه اللي حواليكي مناسبه ان انا اسوق للمشروع ده ولا لا، يعني في مثلا سيدات تانيين جنبك فاتحين نفس المشروع فانا اعمل حاجه مختلفه عشان ما نبقاش كلنا بعملين نفس الحاجه فالعائد يكون قليل. صحيح. هي مش مناقشه بس حضرتك، هي مناقشه ودراسه، بيروحوا لها يعني. بينزل ميداني ويدرس معاها ويقعد يتكلم معاها وعنده ما يكفيه من الخبره للدراسه بجد، فبيفيدها. تمام. لان انا مش الطبيعي ان انا امول عميل واغرقه، انا الطبيعي ان انا امول عميل عشان اساعده، فلو انا ما عنديش الخبره التمويليه بالظبط لازم يكون عندي الخبره التمويليه مش الخبره بس. المشكله اللي بتحصل، معلش عفوا اقطع كلامك، اللي الستات كلها بقى زعلانه منها، معظمهم سيدات، يعني في رجال بس معظمهم سيدات، يقول لك انا بيدو اروح بنك مش بنك نصر، يعني اروح بنك مثلا معين فيدوني القرض علي بقى فايده صغيره ما عرفوش فايده خالص ايا كان يعني، واجي ما اعرفش اسدد، ساعات ما بقدرش اسدد، ما بيبقاش فيه متابعه، ما بيقوليش مثلا انا ممكن. صحيح. واحده بتقولي طب انا مش بعرف اقرا واكتب، يعني انا يا دوبك بعرف اعمل حاجه بس انا مش عارفه اعمل ايه، فدي بقى التعصب. اقول لحضرتك هي دي حته هامه اول سبب. انا هنا بساعدك ان انت تحصل على تمويل مالي، بس ما بساعدكش على ان انت تستكمل المشروع بتاعك. أيوة. وان انت تقدر ازاي تنجح بيه، ده نوع اجتماعي تنموي مهم. وهدي لحضرتك بقى مثال هنا مهم قوي اللي احنا لازم نحتفظ بيه، يمكن انا ذكرته اكتر من مره قبل كده، تجربه السين في عمليه القروض المتناهيه الصغر. لا النهارده هنقول بقى تجربه تانية. تجربه السين كانت علشان انها بتعمل قروض متناهيه الصغر معتمده على بعض، يعني حضرتك مثلا بتربي ماشيه،
او بتعملي منتجات البان، مشروع بيكمل، مشروع تاني بياخد منه الانتاج ده ويكمله، ومشروع ثالث بيعمل عمليه في نفس التسويق. المحيط في نفس المحيط. حلو ده دي التجربه الصينيه. لا طب تعالى نتعلم بقى من تجربه تانية، التجربه اليابانيه عملوا حاجه اذكى. قال لك لا انا همول مجموعه من الافراد لنفس المشروع، فيحصل ايه؟ بدل ما كانت مشاريع مستقله كبير. يعني هدي لحضرتك المثال، بدل ما هو مشاريع مستقله، ودي كانت التجربه الصينيه كانت مشاريع مستقله، اليابان قالت لك لا انا هعمل مشروع متكامل بافراد مختلفين في عمليه التمويل، خمسه سته رايحين كلهم ما يعرفوش بعض، رايحين يقدموا على قرض، يجمعهم ويقول لهم ان انتوا القروض بتاعتكم متشابهه، انت هتعمل البان وانت هتعمل تغليف وانت هتعمل جبن مثلا او هتعمل كذا وانت هتعمل تغليف وانت هتسوي، طب تعالوا كلكم اعملوا مشروع متكامل، ويخليهم يعملوا مشروع مع بعض ويخليهم ليه بقى؟ هو عايز ينمي فيهم التنميه الاجتماعيه، انهم يعتمدوا انهم يشتغلوا مع بعض، يعني بيعمل فريق، روح الفريق. واليابان عندها تميز بالحته دي قوي، روح الفريق. فخلاهم كلهم في تمويل واحد، ولو هيفتح لهم مشروع يفتح لهم مشروع واحد متكامل وكلهم بيشتغلوا فيه. طيب سؤال بقى، التجربه الصينيه ليها مميزات والتجربه اليابانيه ليها مميزات، وهل انا دلوقتي هنا في مصر لما اجي اطبق واحده من التجربتين دول مناسب مثلا لكل الاماكن، يعني في الاقاليم او في الاماكن مثلا المحافظات اللي هي بتبقى اكثر احتياجا او اكثر فقرا، مناسب ليها تجربه الشركه دي يعني الشراكه في المشروع، ولا المشروعات الصغيره بتاعه التجربه الصينيه؟ انا بشوف بقى يعني هل ده دي مثلا مناسب ليا ان انا اطبق الشركه او الخمس ست افراد، دي مناسب ليها ان انا اسيب اثنين مثلا، ودي مناسب ليها ان انا يبقى واحد بس هو اللي يعمل المشروع، عشان مثلا السيدات دي ما بتقدرش ان هي تتفاعل مع ناس كتيره، بيبقى فيه ظروف معينه او ظروف اجتماعيه او حتى ظروف عادات وتقاليد اللي هي لا يسمح لها ان هي تخرج بره وتتفاعل مع ناس. صحيح. احنا بنشوف ده، بنراعي ده ازاي؟ اقول لك هي عامه كل تجربه بنحاول ندرسها بنستفيد باللي يتماشى معنا فيها. يعني كده كده بناخد اللي ما هو يتماشى معنا ونكمل عليه. فاحنا ما بناخدش كوبي بيست، ما بناخدش نطبق بدون دراسه. بس كلا التجربتين والتجارب الاخرى الاسيويه هي في الاخر بتدي نتيجه واحده، ان بيحصل نمو قومي اجتماعي. لان كلهم معتمدين على بعض، فيبقوا تروس ساعه تشتغل كلها مع بعض. انا شايف حضرتك معتمد يعني او يعني عندك ثقافه التجارب الاسيويه، دي حاجه كويسه جدا، لان في بعض الدول كانت ولا حاجه، كانت قرى فقيره يعني. صحيح. زي سنغافوره مثلا كانت مجموعه قرى فقيره وبقت من اقوى الدول اقتصاديا وانتاجا في العالم دلوقتي. حضرتك اللي بيخلي الدول تتقدم حاجتين، ان اللي يبقى مسؤول عن حاجه معينه لازم يدرس المحيط بتاعه ويدرس المحيط الاوسع، يعني لازم ندرس المحيط الخاص بالبلد وندرس المحيط الخاص بالدول الاخرى عشان نستفيد منه. فبالتالي لما نيجي نشوف سنه 99 اعلنت اليابان على هيئه عامه للمشروعات الصغيره ومتناهيه الصغر. الناس ما بصتش بقى هي ليه اعلنت عن ده؟ ليه هي عملت هيئه مخصوصه لتدعيم المشروعات الصغيره والمتناهيه الصغر؟ يبقى لازم احنا نبص ليه؟ فلما جينا بصينا بنك مصر عمل كده، ابتدى يركز يقول الله ده احنا اوريدي بنك مصر من ضمن البنوك المتخصصه في المشروعات المتناهيه الصغر، بس ابتدى يبص ويدرس الله هي ايه الثقافه الاخيره في الانواع بتاعه القروض المتناهيه الصغر. لقى ان في حاجه اسمها كراود فاند، اللي هي القروض المرتبطه، ان انا لما اعمل كارد يرتبط بتمويل كارد تاني، يرتبط بتمويل مشروع عشان تاني، عشان يبقى الموضوع حلقات يعني. حضرتك ذكرتي حاجه كويسه قوي، ان في بعض السيدات بتشتكي انها بتعمل مشروع وبعد كده وتكون شاطره فيه تعرفش تسوق، وبرغم كده مش عارفه تسوقه او مش عارفه تكمله. يعني بمعنى ايه؟ انا ممكن لما اجي ادي تمويل لامراه بتعمل منتج معين، يجي تمويل تاني مثلا حد جاي يتقدم لتمويل اديله تروسيكل، ياخده ياخد المنتج بتاعك ويقوم هو بتوزيعه. بالزبط. ودي تمويل لحد تاني يقوم بعمليه تغليف، ما هو عشان كده لازم اقعد بقى مع الناس كلها اقول لها ده المشروع ده هيكمل المشروع بتاعك والربح هيكون كذا كذا كذا، انما انت عشان تقعدي، ما انا عندي مشكله تسويق على فكره يا دكتور، انا عندي مشكله تسويق كبيره، لان انا بس هتاخد المنتج بتاعها تعمل بيه ايه؟ طيب بالظبط هتمشي في الشارع طيب تقول انا عايز ابيعه؟ صعب. طب ما انا كده ما وفرتلكش المناخ السليم لنجاح مشروعك. بنك ناصر هنا بقى بيدرس، بنك ناصر الاجتماعي بيدرس بجد ويشوف علاقه المشاريع ببعض.
فلما بيجي يمسك منطقة معينة هو حافظ المنطقة بحكم تواجده القديم فيها وكثرة المشاريع اللي عملها، فهو حافظ المنطقة. فبيعمل ايه؟ دارس المنطقة كلها محتاجة ايه؟ محتاجة اي نوع من المشاريع. فلما يجي مول بيمول مشاريع متوازية، طب هو كلها معتمد على بعض. واعتقد ان كمان كل عندنا كل محافظة مميزة بحاجة معينة، صحيح، او بمنتج معين او بزراعة معينة او بحاجة. يعني دي بقى الحاجات اللي احنا عايزين نبرزها، يعني نساعد مثلا السيدات او نساعد الشباب ان هم يبرزوا المنتج بتاعهم. لان انا فندم بشوف ايه، كل محافظة يبقى عندها الخام دايما بتاع الحاجة، المادة بتاعت الحاجة، المنتج موجود بس مرمي، صحيح، ونعمل بيه ايه؟ صحيح. بيجي بيتباع معلش يعني برخص التراب، الناس اللي بتيجي زائرين او كده يجوا يشتروا كميات منها رخيصة جدا ويجوا هنا يبيعوها غالية جدا، او بيشتروها حتى للاستخدام الشخصي عشان صحيح. بتبقى حاجة يعني ده, 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 ده الفكرة اللي قامت عليها دراسة بنك نصر الاجتماعي لتمويل مشروع المرأة المعيلة تحت مسمى مستورة. الهدف هنا ان انت فعلا تعمل مشروع اسمه مستورة، مستورة بحيث ان انت فعلا بتعمل نوع من التمويل الانتاجي، انت بتدي له مشروع او بتدي للمرأة مشروع تقدر انها تستفيد منه وتكمل حياتها، مش جس انها تاخد بس تمويل مالي يخلص انها تصرفه وبعد كده ترجع تقولك طب انا عايزة فلوس تاني. طب حاجة بتقولي بتسلمها مشروع، صحيح، تمام، ازاي بقى بتسلمها مشروع؟ احنا بنقعد الاول ندرس معاها المشروع اللي يتوافق معاها. لو هي عندها مشروع بتتقدم بيه بندرسه، ما عندهاش احنا بنعرض عليها المشاريع اللي متوافقه مع المنطقه بتاعتها والمتوافقه مع البيئه اللي هي ساكنه فيها. تاني حاجه بيتم التدريب عليها ونبتدي احنا اللي نشتري المعدات، وبعد كده بنبتدي نتابع عمليه التنفيذ والانتاج بتاعها. فاحنا احنا معاها في كل المراحل، يعني بشكل دوري نفذتي قد ايه وانتجتي قد ايه بالظبط. طب والربح هي بقى بتعمل يعني بتيجي بقى الربح بتيجي تسدد منه جزء من التمويل اللي هي خدته، وده بدون عائد، تمام، والباقي هي بيبقى ربح بتاعها اللي بتقدر تساعدها على التعايش وانها تكمل دوره حياتها. طب هي ليه بتسد جزء بتاع التمويل؟ عشان اقدر امول غيرها. ما هو ده يبقى قرض دوار، اخد الفلوس اللي انا حطيتها في هذا المشروع ومول بيه. يبقى الربح تقريبا قد ايه ولا ده بيبقى وفقا؟ بيبقى طبعا وفقا لكل مشروع على الاخر، بس هو بيبقى كافي ان يخلي المراه تعيش بكرامه، انها بتنتج وبتاخد ربح من انتاجها تعيش بيه. ايوه انا كده ساعدتها على التعايش. هي الحلو في الموضوع ان الموضوع يبقى ايه، يعني هي ليها مرجعية في الاخر، لان طبعًا يعني طبعًا ليها مكان ترجع له. انا تعثرت في النقطة الفلانية، طب انا عايزة اطور حتى المنتجات بتاعتي، نكمل معاها اطورها ازاي، نكمل معاها ايه المواد اللي تقدر توفرها لي، البنك يقدر يوفرها لي عشان اطور منتجاتي. دي برضو حاجات من الحاجات المهمة جدا، يعني ده جزء من الدراسة، ان انت تكون دارس السوق كويس قوي، تكون فاهم في طبيعة التمويل للمنطقة دي. وده متميز فيه بنك النصر الاجتماعي، تواجده المباشر مع العملاء في المناطق ودراسة حالتهم ودراسة الـ الأجواء والبيئة اللي حواليهم يساعدوا ان هم يديهم النصيحة بأي مشروع يتماشى معاهم. طيب القروض بتبتدي، سيدات بتسأل بقى، القروض بتبتدي من كام ولحد كام؟ هي طبعا على حسب كل نوع مشروع، فيبتدي من 5000 وبينصب معانا لغايه 20-30 ألف، لغايه 30، خلينا نقول لحد 30 ألف. المشاريع اللي بتسلموها لها بتسلموها مشاريع مشروع قائم، يعني يعني لو هي محتاجه مكن بنشتري احنا المكن، مش بنديها فلوس هي اللي تشتري، احنا اللي بنجيب لها المكن، او نبقى معاها في مرحلة انها لو عندها خبرة في شراء مكان نبقى احنا معاها، عندنا الناس المتخصصة بتنزل معاها نشتري ونوصل لها الحاجة لغاية مكانها. طيب هل بتقدموا تيسيرات لمشاريع شباب؟ يعني مثلا لو شاب مثلا خريج او معاه حرفة، او يعني خريج جامعة او خريج حاجة فنية ومعاه حرفة، هل بتساعدوه لو حد محتاج مثلا اي قرض ان هو يبتدي حياته بيه او يعمل بيه مشروع؟ لان ساعات بيبقى عندهم افكار حلوه. ما ده جزء من مشاريع متناهيه الصغر اللي احنا حضرتك ذكرناها. مشاريع متناهيه الصغر هي دي النواه الحقيقيه لمشاريع كبيره. طبعا. فهي دي اللي احنا مركزين فيها قوي، وده كل انواع الشباب يقدر يستفيد منها قوي. واحنا كده يمكن شفنا الفتره اللي فاتت شباب كتير ومتعلم ومثقف ابتدى يتجه مش للوظيفه، مش لسه بقى تحت كاهل ان انا مستني الوظيفه تجيلي، لا انا هقوم واشتغل وانتج عشان ابتدي اربح من عملي. فاحنا مركزين قوي في قروض متناهيه الصغر، احنا اوريدي شغالين فيها من زمان ومتميزين فيها،
بس ابتدينا نركز ازاي نطورها. هي فعلا زي ما سيادتك بتقول دكتور خالد, المشاريع دي ممكن تعمل قاعدة, يعني قاعدة اقتصادية كبيرة جدا. ده حقيقي. لان في زي ما بقول لحضرتك انا بشوف مثلا تطور اقتصادي او تطور صناعي او يعني حتى تطور تجاري بتاع بعض الدول اللي كانت فعلا ما فيهاش حاجة خالص. واللي بيضايق بقى ان انا ببقى عندي هنا طول الوقت كل حاجة, عندي القوى البشرية وعندي المواد وعندي كل حاجة, بس عايزة حاجة يعني مثلا زي بنك ناصر تربط لي كل الحاجات دي ببعض وتخليهم تحت مظله واحده. صحيح. وتبقى دي المرجعيه بتاعتي, عشان مش كل واحد يبقى معاه شويه فلوس يروح يضيعهم, ممكن تكون المشروع مش مناسب لدراسته او لامكانياته او صحيح. للمكان اللي هو عايش فيه. صحيح. او حتى للمحافظه اللي هو عايش فيها, ممكن يكون شايفها مثلا في التلفزيون او قاري عليها فحاسس ان دي ممكن لو طبقت عنده تبقى كويسه وهي مش كويسه. صحيح. لو اوضح لحضرتك حاجه كمان, طب احنا الاليات اللي بنستخدمها ايه؟ يعني انا دلوقتي عايز ان انا اكثر واركز اكتر في قروض متناهيه الصغر علشان اساعد في التنميه القوميه, لازم يكون عندي آليات. الآليات دي تساعد بجد, مش الآليات التمويلية فقط, لا الآليات التنفيذية. عندي الموظفين أو الزملاء بالبنك عندهم الخبرة الكافية لإعطاء المشورات ودراسة المشاريع المقدمة ليهم, فده نوع من الإيه؟ من الآليات. الآليات التانية إن احنا منطور جميع أنظمة بنك ناصر الاجتماعي. هي أوريدي احنا عندنا سيستم وعندنا نظام, بس تطويره ده هدف لكسرة المنتجات والكسرة طبيعة المنتجات. فمن أيمين دلوقتي بدورنا ان احنا عندنا خطة كاملة تدار لعملية تطوير منظومة بنك ناصر الاجتماعي. من ناحية ايه بقى؟ حاجتين متوازيين مع بعض, تطوير فروعنا من ناحية الانشائية عشان تقدر تستقبل العملاء بالطريقة اللائقة لهم, متوازي معهم ان احنا منطور الاليات نفسها, الأنظمة الإلكترونية نفسها. طب ليه منطورها؟ طب ما احنا عندنا أنظمة, احنا منطورها علشان اللي حضرتك قلت عليه, سرعة الحصول على الحاجة. مش لازم عشان حضرتك تيجي تتقدم عشان تاخد تمويل معين أو مشروع معين وانت في الاحتياج ليه ان انا اطول عليك الفترة, يفضل قاعد بقى مستني وطول الفترة ده يؤدي الى توابع اخرى. لا, احنا منطور كل الآليات ان كانت إلكترونية او نظم عمل او حتى كفروعنا كإنشائية علشان تتماشى مع الطبيعة ان احنا عايزين نكثر في هذه المشاريع. فاحنا ماشيين كل ده متوازي مع بعض. فمنظومة حزم البرامج الاساسية بتاعت البنك كلها بالكامل بتتغير لصالح المنتجات الجديدة. شبكة الاتصالات ما بين الفروع كلها بتتطور عشان تبقى سريعة, فعملية الاتصال ما بين الفروع كمعلوماتية تبقى اسرع. الآلية التانية اللي بتساعد على نجاح ده الادارة التنفيذية. عندنا إدارة تنفيذية قوية جدا بيرأسها الرئيس التنفيذي للبنك الدكتور شريف فاروق, متابعة يومية, يعني اجتماعات يومية ومتابعة يومية لمتابعة ايه اللي بيحصل من التطور. تمام. وانت الآلية دي تنفع ولا نجدد فيها, ويرأسها بقى في الآخر مجلس إدارة قوي بيدعم كل التطور اللي احنا بنعمله والخطة اللي احنا ماشيين عليها باجتماعات دورية. كويس. يعني مش سايبنا مثلا ان احنا يبقى لا, ده اجتماعات دورية. ده كل ده بيدي آليات قوة. يعني كل ده برضو على طبعا سرعة طبعا إنجاز الإجراءات أو سرعة حتى إنجاز المتابعة الدورية حضرتك دي بتنجح. ليه؟ إن أنا حاجتين, ألحق أي تكاسل أو ألحق أي خطأ موجود قبل تفخمه, وفي نفس الوقت أحط أوجه نظر جديدة ومتابعة اللي بيحصل. لا, أنا هقول حضرتك حاجة, هو متابعة دي مشكلة حاجات كتير جدا. يعني أنا دايما بقول إن إحنا دايما نحط خطة كويسة جدا, ولما لو اتنفذت بتتنفذ مثلا بحماسه في الاول, عدم متابعتها بيؤدي لفشلها. مهما كانت الخطه دي عاليه وكويسه ومدروسه كويس جدا. صحيح. واطرافها كتير, عدم المتابعه, عدم متابعه اي خطه او اي استراتيجيه بيؤدي لفشلها فشل ذريع مهما كانت. يعني شوف عليك قلت حاجه جميله جدا, قلت ان خطه تنفيذيه قويه لو اتنفذت. يعني كلمة لو هي بتدي حتة ان تبقى انت زي ما حضرتك قلت, احيانا ممكن يبقى عندك الحماس في الاول ونفذها. ما انا بنفذها بالفعل, عشان بس بنفذها يعني اللي هي لفتره وابتدي يحصل نوع من التباطؤ شويه في عمليه الاستكمال. هنا بقى المتابعه هي اللي بتعمل عمليه التحفيز. يعني دايما المتابعه ان كان متابعه دوريه يوميه او كل فتره زمنيه بتخلي عندك تارجت. ده انا عندي متابعه جايه هبلغهم اقول ايه, ده هم شايفين خطواتي فلازم يجهز نفسه وتقارير. ده من انجح الحاجات حاجة
اللي انا شايف ان الفتره دي نجح فيها بنك مصر الاجتماعي في تقديم يعني اعلى نسب نمو او تطور نتيجه المتابعه الجيده من الناحيه التنفيذيه. تمام. طيب خلينا نرجع لمشروعات الشباب تاني، وعايز اعرف انواع هذه المشروعات اللي ممكن يعني تمولوها او تسلموها للشباب، ومطلوب منهم ايه؟ يعني هل يعني الحاجات اللي بتبقى مطلوبه منهم، المستندات او الاوراق اللي بتبقى مطلوبه منهم عشان يحصلوا على هذا المشروع، او يعني مدده بقى وكده بتبقى ايه؟ انواعه بتبقى ايه؟ هو حاجة بيختلف طبعا من مشروع للاخر، بس هو كلهم يجتمعوا تحت مظله حاجتين. ان الشاب يبقى عنده النيه انه عايز يشتغل وعايز انه ينتج فيتقدم، هو عارف انه هو هيتعب شويه يعني، وانه عايز يكمل، وانه عايز يعمل مشروع مش عشان يتساهل، لا هو عايز يعمل مشروع علشان يتعب فيه فيبقى نوالي المشروع اكبر. دي كده معناه ان تعاملكم في مشروعات المراه المعيله مختلفه اكيد تماما عن تعاملكم في مشروعات الشباب، يعني حتى دي عقليه وافكار ودي مختلفة. عقليه بص حضرتك، هي مش مختلفه لسبب مشروعات متناهيه الصغر هي اجمعها حاجه واحده، ان انت في الاخر بتشوف ايه المشروع اللي بيتناسب مع طالب القرض او طالب التمويل. حضرتك بتقولي احنا لو بندرس هو يسدد او يشتغل، ممكن يبقى هو بس بيعمل مشروع كده عشان يعني ما أنا مش يبقى دوري اسمه بيشتغل وخلاص. صحيح. الدور المصرفي مش ان انا امولك وبس، لا انا امولك وتابعك واعرف فعلا انت التمويل رايح لمحله ولا لا. دي ده النجاح التمويل المصرفي، ان انا مش عشان اطلع فلوس، تطلع فلوس ما فيش اسهل منها، هو الاصعب ان انا اطلع التمويلات في مكانها الصحيح. ما انا ممكن يعني حضرتك ممكن تديله الفلوس كاش وما يعرفش يسوقها او يفتح بيها محل والمحل يخسر. صحيح. او صحيح. يعمل بيها مشروع والمشروع يخسر. صحيح. انا بقى مش عايزه ده كله، لان الاحباط اللي ممكن يصيب، على فكره الست المعيله المراه المعيله لو مشروع عندها فشل بتخش على اللي بعده على طول، غير الشاب يحبط بسرعه. يعني هقول لحضرتك يعني حضرتك نوهت الحته صحيح، ممكن يجي له عمليه احباط وممكن يغرق بقى، مش احباط بس، ده ممكن المشروع يغرقه، ما بيعرفش يسدد، يبتدي يدخل في ديون التسديد. عشان كده قوه اي بنك في الجهاز المصرفي ان هو يبتدي لما يجي يتيح تمويل لشاب لقروض متناهيه الصغر او متوسطه حتى، لازم يكون عنده دراسه وافيه للمشروع مع المتقدم، وان احنا نبقى دارسين كويس قوي معايير نجاحه ونفضل متابعين معاه. يعني انت اول حاجه بتطلبوا منه دراسه وافيه طبعا لو هو عنده الفكره. وهقول لحضرتك على حاجه، لو ما عندوش الدراسه احنا بنساعده على الدراسه، ان احنا عندنا دراسات جاهزه لمشاريع كثيره دخلنا فيها، فبالتالي بقى عندنا هذه الثقافه وعندنا الخبره. موظفي بنك مصر الاجتماعي بيتمتع بحاجتين، بيتمتع بالخبره والخبره الميدانيه مش الورقيه بس، يعني الخبره الورقيه هي الخبره المصرفيه. كمواطن الخبره الميدانيه مع طبعا خبرتك كجهاز مصرفي او كبنك. كجهاز مصرفي او لا هما بيتمتعوا بالاثنين، بس الخبره الميدانيه هي اللي بتحتك مباشره بالمواطن، وهي اللي المفروض بتكون حاسه، يعني الموظف اللي هناك بيبقى حاسس انا محتاج ايه بالظبط وانت هتقدر تساعدني ازاي، لان هو فعلا هو بالفعل الشاب اللي بيجي ده بيبقى خلاص فشل ان هو يلاقي شغل في الاماكن اللي بيقال عليها ان هي اماكن مستقره، يعني شغل في الشركه، شغل في مصنع، شغل في حاجه هو مش بيديرها، انما احساسه ان هو هيبقى هو مسؤول عن المشروع ده، دي حاجه بقى مختلفه. عشان كده بقول لحضرتك اهميه الدراسه الميدانيه، ده اللي بيحصل على فكره في الدول الاسيويه اللي حضرتك استشهدت بامثلتها. صحيح. احنا ماشيين على هذا النهج لسبب زي ما قلت لحضرتك، هو يمكن بيميز بنك مصر الاجتماعي موظفينه ان هو عندهم الخبره المزدوجه، الخبره المصرفيه المتعارف عليها، وعندهم الخبره الميدانيه. كثره المشاريع اللي احنا خدناها وتخصصنا فيها خلت ان الموظفين عندهم، لا الزملاء بالبنك، زملائي بالبنك عندهم الخبره الكافيه انهم يقدروا يفيدوك ويعينوك. واخد بال حضرتك الاثنين، يعني يفيدوك بان انت تختار، يعينوك في ان انت تكمل المسيره بتاعتك على اكمل وجه. طب عدد المشروعات اللي لا كثيره كثيره يعني تقريبا كثيره يعني من كثرتها انا عايزينها تبقى اكتر. احنا عندنا حضرتك في كل حاجه، عندنا قروض متناهيه الصغر متنوعه في جميع المشاريع الانتاجيه، ان كان البان، ان كان ماشيه، ان كان دواجن، ان كان بطاريه ارانب، ان كان تروسيكل للتسويق، كل انواع المشاريع باحجامها، وان كان كشك لممارسه التجاره اليوميه البسيطه، كل الانواع دي احنا اخدناها وعندنا فيها تجارب وخبره كبيره جدا. تمام. مشاريع اخرى متوسطه زي ان احنا بنمول المدارس، احنا دلوقتي بنمول قروض مدارس، بنساعد الاباء
مش من ساعد المدرسه، يعني من ساعد الاباء على دفع المصاريف. من ساعد الاباء على دفع المصاريف. بتساعد الاباء على دفع المصاريف طبعا. ازاي بقى؟ ان انا عملنا برنامج تمويلي دراسي لسنه واحده او لفتره او لفتره دراسيه، يعني ابتدائيه اعداديه ثانويه. فهنا الاب انا ماشيين من على كيره انه يشيل الهم، هو شايل هم انا السنه دي دخلت ابني، هل السنه الجايه هقدر، هل السنه اللي بعديها هقدر. المدارس فانا هروح بتعاونوا فيها القروض اللي هي تمويل المدارس دي، تتعاونوا فيها مع مدارس معينه ولا جميع انواع المدارس؟ اي مدرسه. بس احنا دايما مركزين على الفئه اللي هي المتوسطه والصغيره، اللي بتخاطب الفئه اللي محتاجه، اللي مش هيقدر يدفع المصاريف، اللي هي الفئه اللي محتاجه. يعني ده هدفنا او تركيزنا الاكتر. يعني ما يجيليش مثلا واحد بيدفع 50,000 جنيه في السنه يقول لك انا مش قادر ادخل ابني في ال، يعني احنا طبعا هو برضو حقه انه يدخل ابنه في المدرسه اللي هو يرغب فيها، بس في ناس تانية محتاجه بقى. في ناس اللي ب 5,000 و10,000 ايوه، ما دول في ناس بيبقى معهمش ال 5,000 وعايز اقول لك وبيقفوا ويستلفوا ويبقى عندهم مشكله دراسيه عشان خاطر ولادهم. فانا لما اجي امنك فتره دراسيه كامله اقدر اخليك بقى ان انت تدفع على اقساط مبسطه لفتره زمنيه طويله، فما تحسش بقى برضو دول بتطلبوا منهم ايه؟ برضو دراسه الحاله فقط والاوراق بتاعتهم؟ بيبقى دراسه الحاله، بيبقى كمان في ضمان من المدرسه نفسها، عشان طبعا الابناء بيبقى موجودين في المدرسه. ففي بروتوكول وفي تعاون بيننا وبين المدارس دي، وفي اوراق مصرفيه مطلوبه اللي هي المعتاد عليها. لما بيروح الفرع بيديله قائمه الاوراق، ودي بتبقى سهلة وميسرة، مش زي المشاريع التانية اللي بتطلب بقى دراسات جدوى وبتطلب بعض الأوراق الأكثر يعني. لا، احنا دايما لما بنيجي نعمل مشروع بندرس ازاي يبقى ميسر وازاي يبقى مؤمن، يعني من كلا الطرفين. احنا في الأول وفي الآخر احنا جهاز مصرفي محتاجين نرجع الفلوس عشان نعرف نمول تاني. فدايما بنعمل ايه؟ بنعمل اعتماد مزدوج. لو انت داخل تاخد قرض، المدرسة برضو ما هي معانا ضامن، المدرسه معاكوا بتبقى ضامن عشان يرجع ما دي بقى بتبقى انه يرجع المصاريف للمدرسه. ده ده جزء طبيعه عمل الاباء، ده جزء. فالدراسه بتعتمد على اختلافات. اسئله كتير قوي على المدرسه، بس قبليها في حد بيسال، هو القروض بتاعه الشباب محتاجه فئه عمريه معينه؟ الشباب شباب القلب. فلا طبعا يعني والله يعني لان في ناس بتدي بتدي قروض. احنا في ناس بتدي قروض يا دكتور بتبقى ايه، يعني تقول لك لا لحد مثلا 35 سنه ما اقدرش اديله لان سنه مش مناسب. بس سريع كده، كان هو احنا يمكن كمان من البنوك المتوازيه احنا بنمول المعاشات، يعني من يعني من مول بضمان المعاش. معاش من يقدر يعمل قرض، ما هو قادر على الانتاج وقادر انه يعطي وعايز يعمل تنميه بجد، تمام، جهاز مصرفي بيقف جنبه. طيب كويس قوي. ده دي بالنسبه للاجابه. بالنسبه بقى لموضوع المدارس، في كذا سؤال. حضرتك بتقول وفقا لطبيعه عمل الاب اللي هو مش قادر، انا فرضت ان انا مثلا اسره راحت قالت انا مش قادره ادفع مصاريف لابني في المدرسه، ونقول مثلا المدرسه دي 5,000 جنيه في السنه، حضرتك هتطلب منه ايه؟ في اباء بتبقى ناس بتشتغل مش موظف، يعني بيبقى باليوميه مثلا او بيشتغل عمل حر ودخله مش ثابت، هيسدد ازاي؟ هيك هنا خلينا نتفق على حاجه مع بعض. ان احنا في الاول وفي الاخر احنا جهاز مصرفي، يعني جهاز مصرفي نيسر الاجراءات، ده واجبنا. تمام. بس ما اقدرش اتغاضى عن الاليات الحقيقيه للجهاز المصرفي. يعني احنا برضو عندنا ضوابط وعندنا قواعد لازم امشي وراها. في الاخر انا لازم اضمن تسديدك للقرض، يعني لازم ما هو يضمنني تسديدك للقرض لسبب. انا لو اديتك النهارده قرض وما عنديش ضمانه ان انت تسدده، طب ما انا مش هقدر اطلع لحد تاني. يعني لازم يبقى بيشتغل في مكان، لازم يكون بيشتغل، ولازم يبقى مكان بالنسبه لنا معلوم، وفي بعض الوظائف يبقى لازم يكون ليه ضامن لو هو مش عارف يضمن القرض. لا احنا عايزين نشوف حل الموضوع. الناس اللي بتشتغل باليوميه دول ده بقى نقدر نتجه لحاجه تانية، وده برضو دور بنك ناصر الاجتماعي. احنا هنا بقى ما اتجهناش للجانب المصرفي، واحنا اتفقنا ان بنك ناصر الاجتماعي ليه جانبين، الجانب المصرفي والجانب الاجتماعي. لو هو انسان غير قادر على عملية التمويل، أيوة، من ناحية المصرفية، ففي جزء تاني بقى اللي هو الاجتماعي. احنا عندنا قطاع متخصص اسمه قطاع التكافل، ده في اكتر من قسم فيه يقدر يساعد بقى الحالات دي، يدرس الحالة من الناحية الاجتماعية. طيب. لو ثبت عليه الشروط من الناحية الاجتماعية، عندنا بقى في جزء اسمه بند المساعدات، في عندنا جزء اسمه لجان الزكاة، دي كلها بقى تقدر انها تساعده.
تمام، ده جميل قوي. هرجع لكم تاني في الموضوع ده، بس استاذن حضرتك احنا معانا تليفون. معايا محمد من القاهره. الو يا محمد. الو محمد، معانا ولا مش معانا؟ طب طيب معانا ام محمد من القاهره. الو. الو، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. اتفضلي يا فندم. لو سمحت كنت عايز اعرف، يعني انا ما عنديش اي دخل وزي ظروف مرضيه يعني، فانا كنت عايزه اجيب اعمل مشروع، فانا عايزه اعرف بالنسبه لان انا عايزه اخد يعني اجيب سوزوكي، الكارد اخده يعني تراخيص هيساعدوني في الترخيص، اي حاجه ان يوسع دخلي ويجيب رزق ليا. حضرتك عايزه تعملي مشروع معين؟ اه يعني انا عايزه اجيب سوزوكي مثلا اشغله. تجيب ايه؟ سياره سوزوكي. ايه الضمانات؟ لان انا ما عنديش الا الشقه اللي انا عايشه فيها، ايه الضمانات اللي انتوا عايزينها والتراخيص هيساعدوني فيها ان انا ادخل رزق لبيتي وكده؟ حاضر. ان انا عندي يعني مشاكل. طب هي في الاخر عندها دخل تاني؟ انت عندك دخل تاني يا ام محمد؟ يعني في زوج او حد بيساعدها على عمليه الدخل ولا ما عندهاش اي دخل خالص؟ لا والله انا ما عنديش اي دخل خالص، انا عندي 50 سنه. ربنا يديك الصحة. ربنا يعافيكي ويديك الصحة. بس ما تقفليش لو سمحتي، بس علشان نوصلك لدكتور خالد. ما تقفليش يا أم محمد عشان بس نعرف ناخد الرقم. طب نفهمها ازاي؟ هي بينطبق عليها حاجتين. لو هي بس يمكن الإجابة ما كانتش واضحة قوي. لو هي بينطبق عليها المرأة المعيلة، يعني هي واضح إنها بتعول أسرة، واضح إن ظروفها ليها نواحي اجتماعية خاصة. لو هي ما عندهاش أي مصدر دخل تاني او ما عندهاش يعني زوج او حد بيقدر يعول معاه، يبقى هي تقدر تندرج تحت المراه المعيله. اللي هي المشاريع اللي احنا لسه كنا ذكرناها من شويه، اللي هي نقدر نمولها اي مشروع. هي حتى ذكرت انها عايزه تجيب عربيه تشتغل عليها، وده حاجه محترمه جدا. هي عايزه عربيه سوزوكي تقدر انها تشتغل عليها، واضح انها مثلا بتعرف تسوق او حاجه زي كده، ودي حاجه محترمه جدا ان سيده بتفكر ازاي انها تدير حياتها بالطريقه الصح. ما انا عشان كده قلت لحضرتك الفرق ما بين ده وما بين شبابنا. انا عارفه ان السيدات ملتزمه جدا. والله السيدات والرجاله يا فندم. والله يا فندم السيدات بتشتغل بجد، ولما تقرر تشتغل هتشتغل فعلا. الشعب المصري شعب جميل، وكله بيبقى عنده النخوه انهم عايزين يشتغلوا عشان يدروا على نفسهم الدخل. هي كمان فكره ان انا افضل قاعده مستنيه الوظيفه دي بقى كفايه بقى، يعني صحيح. مفيش حاجه اسمها كده. وطول ما انت قاعد ممكن تطور نفسك او تطور، يبقى عندك مثلا حاجات معينه او قدرات معينه، او عايز تكتسب مهاره، تكتسب لغه، تكتسب كمبيوتر، اللي ما بيعرفش يعني حاجه من الحاجات دي يتعلمها. بس لازم بالخط المتوازي تشتغل، يعني لازم صحيح. تشتغل على الاقل. اصل ما فيش حاجه، انا دايما بلاقيهم يقولوا لي ايه، هشتغل مثلا على تروسيكل، هشتغل بياع. هو ما هو انت ما يعني مش هتشتغل رئيس مجلس اداره على طول، فانت ممكن تشتغل ده عشان تصرف على كورساتك او تصرف على حياتك لحد ما تامن لنفسك الوظيفه اللي انت بتحلم بيها. يعني صحيح. مش طول الوقت افضل قاعده مستنيه. انا هكتسب الخبره منين يا جماعه؟ يعني طول ما انا قاعده مستنيه الخبره هتجيلي منين لو انا ما عنديش الحاجات اللي يعني خبرات كتيره؟ اشتغل مره بياع، مره في بنزينه، مره على تروسيكل، مره بيع اعمل منتجات وابيعها، حاجات زي كده. لا وحضرتك هي توضيحا كمان، مش كل المشاريع الكبيره ابتدت كبيره مره واحده. اي مشروع كبير بيبقى ليه في البدايه مشروع صغير فتره حضانه المشروع اكبر. يعني احنا عندنا امثله كتيره قوي ناجحه ان مشاريع كبيره كانت ابتدت بمشاريع صغيره، هي كانت فتره حضانه. عندنا امبارح مشروع بنوته جميله من الصعيد ابتدت بمشروع حاجه قد كده، مشغولات يدويه، مش بسم الله ما شاء الله، عندها ورشه دلوقتي. ما شاء الله يعني. ما هو هي دي يعني دي عشان كده بقول لحضرتك يعني. بس احنا انا بس عايز اوجه رساله للسيده اللي اتصلت، ان استاذنك ان انت تتواصلي مع اقرب فرع لينا قريب من البيت عندك، وهتلاقيه موجود اكيد في المحافظه. ان احنا عندنا انتشار جغرافي واسع جدا. هيقدروا يدرسوا الحاله بتاعتها ويقدروا يساعدوها في، لو هي محدده المشروع زي ما هي ذكرت هيساعدوها في هذا. ولو هي مش يعني لسه متذبذبه في اتخاذ القرار، هيساعدوها باكتر من اقتراح يتناسب معاه. فلو سمحت ان حضرتك بس متابعينا يا ام محمد لو سمحت. طيب انا معايا تليفون تاني، معايا ريموندا. الو. الو يا ريموندا، ازيك؟ الحمد لله كويس. تكلميني منين؟ من القاهرة. منين يا حبيبتي؟ من القاهرة. طيب اتفضلي.
ريموندا. الو. وطي التلفزيون واسمعيني من التليفون، عايزه تسالي على ايه؟ مش عايزه تسالي على حاجه؟ طيب حاولي تكلمينا تاني معلش. معانا مين؟ نادر من اسكندريه. الو. السلام عليكم. عليكم السلام. عليكم السلام ورحمه الله. ازيك يا استاذه؟ الحمد لله، اتفضل. كان ذوي الاحتياجات الخاصه وباخد جزء من معاش والدي. ايوه. فدلوقتي كنت عايز اعمل اي مشروع لان ده عندي اولاد ومش مكفي المعاش وكده. طيب اي اسئله دكتور خالد؟ اتفضل. لا هو طبعا ربنا يعافيه، ده اختبار من عند الله. هي احنا عندنا في اسكندريه عندنا اكثر من فرع يقدر يتجه ليه، وهيلاقي هناك قسم خاص بالمساعدات، وكمان عندنا لجان الذكاء المنتشره في انحاء المحافظه، يا ريت يتجه بسرعه، هيدرسوا الحاله الاجتماعيه بتاعته، لو انطبق عليه الشروط الاجتماعيه هيساعدوه فورا. تمام. شكرا يا نادر، تابعنا لو سمحت. معايا سعيد من القاهره. الو. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا استاذ خالد؟ اهلا وسهلا يا فندم. يا خالد بيه، انا سعيد كلمت حضرتك اول امبارح، وحضرتك وعدتني انك تاخد تليفوني. صوت مش واضح يا استاذ سعيد، حضرتك بتقول كلمت دكتور خالد اول امبارح؟ عايز تكلم بخصوص ايه؟ اتفضل. ايوه دكتور خالد. ايوه يا فندم. وطي التلفزيون يا استاذ سعيد. كلمت حضرتك على مصر احلى فكرات المحور. اهلا وسهلا يا فندم. اهلا بيك. وعدتني انك تاخد رقم تليفوني او اخد رقم تليفون حضرتك، علشان انا راجل عاجز وعندي ريسك عجز في رجلي وما بقدرش اتحرك، وكنت رابط بحضرتك كارت استثنائي، وحضرتك وعدتني انك تتصل بيا. انا اسف جدا للمكالمه يعني. لا يا فندم، ده بالعكس، انا انا سعيد بمتابعه حضرتك لينا. انا لو سمحت انا ما اسيب رقم تليفوني دايما مع الزملاء بعد القناه، لو حضرتك تقدر تحصل او حضرتك سيب نمره تليفونك علشان انا اقدر اخدها ونقدر نتواصل نساعدك ازاي، عن طريق فروعنا او عن طريق لجان الذكاء عندنا. ما تقفلش يا سعيد. فانا نمره تليفوني هسيبها مع البرنامج بعد البرنامج على طول، او حضرتك كمان سيب نمره تليفونك وانا هحصل عليها. تمام. شكرا سعيد، ما تقفلش يا سعيد لو سمحت، عشان لو قفلت مش هعرف اخد الرقم. خدنا رقم سعيد. شكرا. بعد ال معايا. طيب معايا محمود من الجيزه. الو. ايوه يا فندم. اتفضل يا استاذ محمود. عندي مصنع ايس كريم وعايز اكبره. عندك مصنع ايس كريم؟ وعايز اكبره، عايز قرض. عايز قرض عشان ايه يعني؟ انت توسيع للمصنع. ده لازم يتجه للفرع بقى لدراسه الحاله بتاعته. يعني ده طبيعي جدا، ده ناحيه مصرفيه ويقدر يتجه لاي فرع بسهوله جدا. بس ما اعتقدش ان في صعوبه، هو اوريدي عنده مشروع. بالظبط. يعني فعشان كده يتجه بس ويبتدي يتفاعل مع الزملاء هناك. هو في الجيزه اقرب فرع ليك. في فروع كتير هناك. في فروع كتير في الجيزه. تمام. طيب. وهما على فكره بيبقى سهل قوي للحصول، لسبب لو هو بس كتب على الانترنت فروع بنك ناصر الاجتماعي هيطلع له كل فروعنا بعناوينها والتليفونات كمان، عشان يقدر ان هو يعرف اماكنهم فين ويتواصل معهم. احنا محتاجين نعمل خدمه بقى لحكايه الفروع دي اكتر، يعني حتى على البرامج او كده، طالما يعني حضراتكم بتساعدوا كل هذه الشريحه من او شريحه كبيره من احنا بندفع النفقات كمان. ما لسه بقى النفقات ده موضوعي انا جايه على النفقات اهو دلوقتي. محتاجين ان احنا نعمل خدمه طول الوقت لموضوع الفروع والارقام التليفونات والكول سنترز والحاجات دي. طيب النفقه، انا كنت بس مستنيه اسمع شكاوي الناس، بس لحد دلوقتي احنا عمالين نتكلم، احنا اتكلمنا على موضوع النفقه على يعني كتير قوي، يعني احنا دايما كمان يمكن كل اسبوع بنتكلم على مشاكل الطلاق ومشاكل النفقه، بس بحب اخد كل حاجه كده ايه على حده. انا عندي مشكله مع السيدات اللي بيكلموني طول الوقت ان احنا النفقه مش عارفه اصرفها، والنفقه بعد كده بتجيلي معرفش 500 جنيه، وفي ناس بتجيلها 200 جنيه وحاجات زي كده. اصل انا بروح بنك ناصر فرع، فبيقولي لازم تروحي اللي في شارع قصر النيل اللي هو الحقيقي الفرع الكبير او الفرع الرئيسي. مشاكل بقى النفقه، واحنا دلوقتي كمان لقيتهم امبارح عاملين باعتين لي على الفيسبوك قالوا لي الحمد لله بنك ناصر عمل لنا خدمه ان احنا نقدر نصرف النفقه على الموبايل، وفي بروتوكول بالفعل اتمضى مع صحيح. الشركات المحمول الاربعه ان النفقه تتصرف على الموبايل. ازاي بقى؟ اشرح لي كده الموضوع النفقات ده ايه. طيب نوضح الاول النفقه. حقيقة احنا النفقه هنا بمجرد ما يحصل مستحق النفقه على الحكم
المفروض يحصل ايه؟ المفروض ان هو يروح ينفذ. طيب المدين النفقه بقى مش متاح، مستحق النفقه يعمل ايه؟ يعمل ايه بقى؟ يجي البنك مصر. انا عايز اعرف يعمل ايه. يجي البنك مصر. فهنا عشان بس يبقى في توضيح للعملاء ان لا، ده بنك ناصر بيقدم خدمه اجتماعيه ويعني وبيساعد على قد المستطاع انه يحاول ان هو يكون مشارك. فاللي بيحصل ايه؟ انا مش هقدر ان انا اصرف النفقه بكامل قيمتها. ليه؟ عشان اقدر ان انا اوسع قاعده المساعدات. عشان اقدر اوسع قاعده المساعدات انا مدفع بالنيابه عن المدين. خلي بال حضرتك، بنك ناصر الاجتماعي بيتعب بالنيابه عن المدين، بيدفع النفقه بالنيابه عن عن المحكوم عليه، المحكوم عليه لغايه ما نبتدي نحصل منه. طب لو ده احنا يعني احنا هنا لو انا عايز اوسع الرقعه للمشاركه فانا لازم اعمل حد. فانا ما اعمل ايه؟ ما اعمل حد بحد اقصى 500 جنيه مشارك بيها كل حد عنده. خلي بالك هي مش امراه بس، ده ممكن يكون اب، ممكن يكون اولاد، ممكن يكون امراه، ممكن يكون زوجه، ممكن يكون مطلقه. انواع النفقات كثيره بس دايما اللي بيقول لك يمكن المتعارف يعني عليها نوع معين بس هي كثيره. هي الفكره هنا في ايه؟ فكره زي ما ذكرنا ان في جانب اجتماعي كبير جدا لبنك ناصر الاجتماعي. فبيقدر يعمل ايه؟ بيقدر ان هو يشارك مشاركه حقيقيه كل من يتقدم ومعاه حكم النفقه، بنصرف له فورا مشاركه مننا بجزء من النفقه بحد اقصى 500 جنيه. ده مشاركه. خلي بال حضرتك، وممكن احنا نتعبقها لفتره لغايه ما ننفذ على المدين او لغايه ما نحصل. طيب عندي تعليق انا برضو، انا اسف اوضح لحضرتك. طب الجانب ان هم بيقولوا لحضرتك بيبقى فيه مشقه، لا انا عايز اوضح لحضرتك حاجتين. اولا احنا عندنا فروع كثيره جدا زي ما ذكرت لحضرتك، فروعنا بيصرفوا النفقه، فطبعا احنا عندنا كم من الفروع جغرافيا متوزع بيصرف من النفقه. اثنين، احنا الفتره اللي فاتت طورنا وما زلنا بنطور، طورنا الفتره اللي فاتت من اكثر من كذا سنه ان احنا بنصرف النفقه عن طريق كارت الاي تي ام. يعني عملنا لصرف النفقه طريقه ميسره وإنسانية إنه يقدر يصرف النفقة، إنه يروح لأي مكنة صرف آلي تبع البنك ناصر أو للشبكة المدعمة بتاعتنا اللي هي اللي بيقدر يصرفها من أي بنك تاني. وده على فكرة فعلا ابتدت كل معظم الناس اللي بتيصرفوا النفقة من بنك ناصر بيعتمدوا على هذا. ما سكتناش لغاية هنا، طورنا وعملنا الجزء بقى اللي حضرتك قلت عليه. احنا دايما بنكسر قنوات الاتصال بيننا وبين العميل، ما بنقفش على قناه واحده. هي فكره الموبايل دي كويسه جدا. انا هرجع لحضرتك فيها، بس انا معايا تليفون معلش. اتفضلي. معايا ايهاب من البحيره. الو يا ايهاب. الو. ايوه يا فندم. ايوه يا فندم. الصوت دخلت على بعضها. ازيك يا ايهاب؟ اتفضل. أيوة حضرتك. سامعاك. أيوة دلوقتي احنا قدمنا يا فندم في مشروع جمعيتي من 1/12/2015. ولحد دلوقتي ولا اي حاجه يا فندم، كله كلام. يعني تسمعي الكلام في التلفزيون والبرامج وخلاص يا فندم. طب انت بتروح تتابع بيقولوا لك ايه؟ معلش. رحنا يا فندم كذا مره بنعمل. قلنا يا فندم من 1/2015، من 1 ديسمبر 2015 2000 وكذا فرع، واحنا مقدمين 14,000 واحد. طيب يعني احنا هنستنى 10 سنين يا فندم عشان يجي لنا؟ كل ده كلام يا فندم اللي بيتكلم في التلفزيون والجرايد، كل ده كلام. طب انا مش معايا مسؤول عن مشروع جمعيتي دلوقتي، بس هوصلك بحد. استنى ما تقفلش يا استاذ ايهاب، نشوف بس الموضوع ده اتاخر ليه لو سمحتوا. مشروع جمعيتي احنا اتكلمنا عنه كتير قبل كده، ويعني هو بيوفر فرص عمل يعني زي سوبر ماركتس وكده للشباب، بس ارجو ان احنا نوصل استاذ ايهاب بحد بس من المشروع، مسؤول عن مشروع جمعيتي. شوف اتاخر كل الوقت ده ليه. ايمان من الجيزه. الو. صباح الخير. صباح الفل يا فندم. حضرتك بس ما يقطعوش عليا، ممكن؟ سامعيني، ما بتكلمش خالص. اتفضل. اه سامعاك يا حبيبتي. انا اللي كلمتك يوم الخميس بشان الولد اليتيم، لا الاستاذ رفعت كلمني ولا الاستاذ عاطف كلمني، وكان كلام في التلفزيون وخلاص، يعني ولا حد كلمني. والشكوى برضه عندي الولد اليتيم. هقول لك حاجه، استني بس فكريني. الولد اليتيم اللي حضرتك اللي دخل الجامعه. ايوه. هو ما كلمكيش؟ ما حدش كلمني. بقول لك وحضرتك الشكوى في مكتب الوزيره عند الاستاذه ساره، ما حدش عبرني ولا كلمني ولا قال حاجه. ما انا طلبت منك ان لو ما حدش كلمك ان انت ترجعي تتابعيني تاني،
فلو سمحتي لا استني بس، يعني انت خدتي ميعاد من الاستاذ رفعت ولا ما خدتيش؟ ولا حد كلمني، الاستاذ اللي كان برد عليها التليفون خد تليفوني وخد البيانات وما حدش كلمني، هو بس كلامه خلاص حضرتك ما ينفعش. طيب حقك عليا، هم بتتاخروا بس معاكي في الرد يا جماعه. لا مش حكايه كده حضرتك، المفروض يكلموني برضو يتابعوا معايا، لان ده هم الولد ده برضو مسؤول من الدوله مش مني لوحدي. عندك حق، انت عندك إيه؟ عندك حق، عندك حق. طيب علشان يبقى ولد محترم وفي وسط الناس ويشق طريقه. طيب نسمعك، استني كده يا ايمان. طيب دلوقتي يا جماعه، ايمان كانت اتكلمت حول موضوع ان هي كفلت طفل من وهو صغير، طفل يتيم، لان الدار رمته في الشارع واخدته، وهي دلوقتي الولد في الجامعه، هي مش عايزه حتى تقول اسمه عشان ما تسببلوش احراج، هي ربته لحد ما في الجامعه، فعايزه تعمل له مصدر دخل او تعمل له معاش، وعايزاه يندمج في المجتمع كاي طفل هي بتعتبره ابنها. لسه ما حدش اتصل بيكي، ده تاخير من المسؤول، وانا يعني لو سمحتوا يا جماعه نوصل ايمان بقى بالمسؤول عشان هي تكلمه. الاستاذ رفعت كان سايب ارقام تليفونه في الكنترول يا جماعه، مش كده؟ طب هو اخذ التليفونات بس ما اتصلش بحد، ممكن لو سمحتوا نوصله؟ اديها الرقم، نديها الرقم دلوقتي لو سمحت قبل ما نتصل بيه، نديها الرقم. خلي استني يا ايمان. طيب معلش انا اسفه خضار، خرجت من الموضوع. لا لا ما هاخد فاطمه. طيب وبعدين اكمل موضوعنا. ايه فاطمه فيها لفته انسانيه كمان. ايه فاطمه، السلام عليكم. عليكم السلام يا فندم، ازي حضرتك؟ الحمد لله تمام، الحمد لله. انا والنبي انا عندي مشكله كده، يعني انا اساسا اخدت محل كده ايجار النوتاريه، وبعدين حاولت ان انا مثلا اخد مثلا كارد من البنك الاهلي، قعدوا يقولوا لي السجل تجاري وبطاقه ضريبيه، وانا لسه واخداه ما كملتش مثلا 3 4 اشهر، وعايزه عقد 5 سنين، واخده بال حضرتك؟ وحاولت ان انا، بس انا اساسا شاطره جدا، يعني ممكن ايه ادير مصنع بحاله او ادير شركه بحالها، بعرف اقص وبعمل حاجات وفساتين وعبايات وحاجات حلوه زي كده. حاولت ان انا مثلا انزل شويه شغل او حد بس يساعدني جوايا طاقه، يعني اقدر اشغل مثلا 30 بنت، واقدر ان انا انزل شغل. سيبها كده، مش معقول. حلوه، المحل بتاعي فاضي جدا وهي طاقه، مش لاقي حد يساعدني. فاطمه نفسي بس الاستاذ يعني اروح. خليكي معايا دلوقتي الدكتور خالد يرد عليك. اتفضلي يا دكتور، خليكي معايا، استني وتقفل. ايوه اهلا بيك يا استاذه فاطمه. هو طبعا ان هم طلبوا من حضرتك بعض الاوراق زي السجل التجاري او كده، ده دي الاوراق اللي بتبقى مطلوبه في من الناحيه المصرفيه، وطبيعي ان اي مشروع بيتعمل لازم يكون ليه سجل تجاري وبطاقه ضريبيه عشان نقدر نفعله. انا موافقه، بس انا ما عندي، انا دلوقتي عايزه اشتغل الاول. طيب انا هقول لحضرتك على حاجه، اشتغل بمجرد ما اروح الضرايب هيبتدوا يحاسبوني او اي حاجه، انا بس نفسي حد يقعد معايا حتى لو يشاركني كبنك او كجهه، او اجي لحضرتك المكتب، يعني انا نفسي بس حد يحطني على اول السلم او يساعدني. طيب هو طبعا انا دلوقتي مرأة معيله، انا ما عنديش حد، وبعدين انا بقول اسره. أنا للأسف أنا خدته ومحلي فاضي، مش عارفة أجيب مثلا مكنة خياطة، مش عارفة أنزل شوية شغل جاهز، أطفال حاجة أبيع، ممكن يجوا يشوفوا المنطقة أو يشوفوا المكان والمحل، أنا مش هكذب ولا أقول أنا عايزة محل أو إن أنا عايزة، أنا عندي بالفعل بس نفسي في حتة مثلا مكنة خياطة نظيفة، شوية مثلا عبايات فساتين أعرف أبيعها. عايزة تبدأ يعني، عايزة البداية بس. طيب انا هستاذن حضرتك ان اولا يعني واضح ان حضرتك عندك الحماس لاستكمال المشروع من ناحيه ان 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 يدير على حضرتك دخل دائم، فانا ما استاذنك ان حضرتك تتجهي لاقرب فرع البنك مصر الاجتماعي، هيساعدوكي وهيدرسوا حالتك فورا، ولو نقدر تسيبي نمره تليفون حضرتك مع الاعداد انا هاخدها بعد البرنامج على طول. طب فاطمه يعني الدكتور خالد هيكلمك، انا هاخد النمره بعد ما هي تخلص وانا هكلمها بنفسي. وانا بحييك وبشكرك جدا على حماسك للعمل، وهي تقدر كمان تشغل 30 بنت معاها، ما شاء الله عليك. لا يعني والناس اللي زي دي لازم نشجعهم، مش دي تجذب النظر ان انت لازم تهتم بيها اكتر بالزبط. كمان فانا لو استاذ حضرتك بس تطلبي منها تسيب نمرتها. احنا خدنا رقم فاطمه يا جماعه، حد
طيب بياخدوا الرقم. أوكي. طيب دكتور خالد ارجع تاني بقى لموضوع النفقه وصرف النفقه على الموبايل. زي ما حضرتك ذكرنا ان احنا بنكسر من قنوات الاتصال بيننا وبين العملاء وهو ده النجاح ان انت تطور دايما وسيله الاتصال بينك وبينهم. فلقينا ان احنا بعد ما فتره طورنا وعملنا كارت الصراف الالي اللي هم يصرفوا بيه النفقه بتاعتهم، رحنا فكرنا في تطوير مره اخرى ان احنا رحنا صارفين النفقه عن طريق المحمول. عملنا بروتوكول تعاون بيننا وبين جميع شركات شبكات المحمول تحت رعايه وحضور وزاره التضامن الاجتماعي ووزاره الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بان احنا وطبعا دعمهم لينا بان احنا نصرف النفقه الشهريه عن طريق الموبايل. ازاي؟ تمام. العمليه ببساطه جدا، المستحق النفقه بيتجه لفروع بنك نصر الاجتماعي او لاحد فروع شبكات المحمول وبيقدم على طلب ان دي خدمه اختياريه، انا مكسر قنوات الاتصال واسيبك انت تختار، عايز تروح الفرع اتفضل، عايز تصرف بصراف الي او مكان ATM اتفضل، عايز تصرف عن طريق الموبايل انا ما علي دوري ان انا اكسر لك قنوات الاتصال وانت تختار ما يروق لك. فاحنا لو هي تقدمت او مستحق النفقه تقدم بملي طلب انه يرغب في ان النفقه بعد كده تنزل له على الموبايل، ايه اللي بيحصل؟ النفقه بتنزل له كل شهر، تروح متحوله له على برنامج صغير جدا وسهل قوي وباللغه العربيه على الموبايل بتاعه، بيقول له انت النفقه بتاعتك مبلغها كذا ونزل لك على المحمول. يروح متجه لاكثر من 5000 منفذ وفرع لشركات المحمول اللي حواليه في المنطقه ويقدر يصرف مبلغ. هو بيصرف من شركه الموبايل نفسها وبيصرف مبلغ كاش في ساعتها. زي بعض الشركات بتعملها التحويل كاش ده. بالظبط بالظبط كده. فده بيسهل ايه بقى؟ بدل ما مستحق النفقه احيانا بيقبل فرع بعيد عنه او احيانا ماكينه الاي تي ام مش متوفره في المنطقه، حضرتك عارفه ماكينه الاي تي ام مش في كل الشوارع، احيانا بيبقى في الشوارع الرئيسيه فقط او في مناطق حيويه شويه. طب هي ساكنه في حي معين مش بس شركات مش المحمول لي. في كل حته شركات المحمول يعني. والمنافذ بتاعتها يعني ممكن تروح لمحل بيبيع خطوطه بالظبط بس يكون موثق او معتمد من الجهه، ودي على فكره ما اكثرها من شركات المحمول، ان احنا ضمضينا مع جميع شركات المحمول كمان مش مع شركه واحده، مع جميع الشركات الاربعه. بالظبط يا فندم. فبالتالي ايه اللي حصل؟ ان ساعتها انا مسهل عليها ميسر عليها انها بدل ما تنزل وتتعبأ باعباء الانتقالات علشان تروح تصرف نفقة، انا مولاها من اقرب مكان منفذ لك. وده كان وراء انظمة برامج وفريق عمل كامل اشتغل بصراحة. تمام. مجهود يشكروا عليه. طيب بصوا يا جماعة، الناس اللي بعتت لي امبارح وقالت الحمد لله الحمد لله، طبعا بنك نصر يشكر ان هو بيقوم بالخدمة دي غير موضوع النفقات وجميع أنواع النفقات. اللي لفت نظري في الموضوع يمكن بعض السيدات، لأن حضرتك طبعا أكيد لمس أن الطلاق كتير قوي يعني الحمد لله متقدمين في الطلاق، فده يعني الناس في ناس بتبقى فاكرة أن الموضوع بنك نصر بس بيقولك زود النفقة. بصوا يا جماعة، بنك نصر مش هيقدر أن هو يزود النفقة دلوقتي لان دي خدمه بيقدمها يعني نيابه عن اللي محكوم عليه المفروض يدفع نفقه قدرها اكبر من كده لحد ما تلاقوه. انا شايفه ولما سمعت الكلام اللي حضرتك قلته دكتور خالد ان الموضوع حله في ايه؟ تطبيق القانون بشكل حاسم. ما هو ما ينفعش ان انا افضل ادفع نيابه عن واحد محكوم عليه بنفقه وهو هربان وكل شويه عمال يتنطط في عنوان لم يستدل عليه. ما هو ده اصلا بيقولنا يعني انا بشوف يا بنتي ما صرفتيش النفقه ليه؟ اصل بصي جايه لي اهو لم يستدل على عنوان، اصل ما لقوش مش عارف ايه، اصل روح اخبطوا عليهم ما لقوش، فانا هروح بنك نصر اخد 200 جنيه واخد 300 جنيه. طب اشكر حضرتك بقى، شوف حضرتك وضحتي ان هو راح تنفذ على المحكوم عليه ما لقيتلوش عنوان سكن. فبالتالي بنك نصر هنا بيقوم بالخدمه السريعه ان انا لا انا اديك جزء يساعدك علشان اوفر لك. حتى لا هم فاكرين ان هم هيدوهم النفقه الكامله. معلش طيب وضح النقطه. انهي شريحه اكتر يا فندم؟ اصرف لاكتر من 300,000 مستفيدي نفقه جزء من النفقه بحيث ان هم يقدروا يتماشوا مع الحياه، ولا اصرف لعدد اقل واصرف له النفقه كامله؟ لا انا كل ما اكتر القاعده بتاعتي هو ده الاسهل، هو ده الاحسن، هو ده الاعمم، ان انا اساعد اكتر شريحه ممكنه، يمكن مش بالنفقه الكامله بس انا لما اديهم جزء هو الجزء ده بيساعدهم لحين التنفيذ. طب الاكثر بقى مساعده ايه؟ احنا عندنا اداره متخصصه في النفقه تابعه لبنك نصر الاجتماعي علشان تساعد في متابعه تسديد النفقه،
وانها تبتدي من 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 زملاء قانونيين، زملاء ببنك النصر الاجتماعي، كل شغلهم ازاي يتابعوا تسديد النفقه والتحصيلات من المدينين. فكل ما نحصل اكتر كل ما نوسع شريحه ان احنا نقدر نفيد مستفيد اكتر. فبالعكس ده احنا قايمين بالشقين، احنا مش قايمين بس بشك ان احنا نسدد، ده احنا كمان بنتابع المدين واحنا اللي بنرفع عليه اجراءات قضائيه وبنحاول ننفذ عليه بشتى الطرق. وده مجهود ملحوظ في بنك ناصر الاجتماعي. دعم دكتوره غاده والي وزيره التضامن الاجتماعي لبنك ناصر عامل ازاي؟ ويعني حدثنا شويه كده عن الدعم ده، وهل انتم يعني كجهاز مصرفي عملاق بتتمنوا ان يكون في تعاون او دعم اكتر من كده مع مختلف الجهات؟ والله معالي الوزيره غاده والي هيك بحكم منصبها كوزيره التضامن الاجتماعي وبحكم منصبها انها رئيس مجلس اداره بنك ناصر الاجتماعي. ويمكن انا ذكرت في اول الحلقه خالص يا فندم ان من اليات وعوامل النجاح التطوير اللي احنا ماشيين فيه او اليات بنك ناصر المتابعه الدوريه من اداره بنك ناصر الاجتماعي اللي يرأسها معالي الوزير. تمام. احنا في صفه دوريه في اجتماعات، عايز اقول لحضرتك بصفه دوريه متابعه ومتابعه اليات تنفيذ، يعني برغم مسؤوليات معالي الوزيره بتتابع معانا متابعه دقيقه توصل لاليات التنفيذ. جميل. ده نوع من التعاون والنجاح، ده بيدينا احنا دعم جامد جدا. ليه؟ انا مش ماشي بلا هويه، لا ده انا ماشي بهويه وليها متابعه. وكل امكانيات وزاره التضامن الاجتماعي اللي تسمح واللي تتماشى مع تقديم المساعدات لبنك ناصر الاجتماعي او للعملاء بصفه عامة، احنا بالعكس في تعاون مشترك ما بين الوزارة وما بين بنك ناصر. انا على ما اعتقد انه بالعكس ده هو ده اللي افاد الفترة اللي فاتت كلها. العقبة اللي بتقابلكم ايه في انواع النفقات، بما ان انا بخص النفقات بالذكر النهاردة؟ يعني هي النفقات يمكن مش العقبة، بس عايز اقول لحضرتك التحدي، هي مش عقبة، الحمد لله احنا بنقدر نتغلب على معظم العقبات، بس التحدي اللي عندنا هو التحصيل من المدين. ان زي ما حضرتك بتقولي المدين احيانا بيبقى عنوانه مش سليم، او ان هو غير عنوانه من حته لحته، فيبقى الحكم نازل عليه وفي نفس الوقت. طب عايز اقول لحضرتك بقى هنا دور من ادوار بنك ناصر الاجتماعي والتعاون معاه مع الوزاره، انها بتسهل لنا ان احنا نحاول نبحث عن المدين ونجيب بيانات عنه عن طريق التامينات الاجتماعيه بتاعته. لو هو بيشتغل في مكان ومتامن عليه وما بيشتغلش في مكان ومش متامن عليه هتجيبوه ازاي؟ ما احنا بنحاول، انا بقول لحضرتك انت بتسعي بكل الطرق وبتقدمي خدمه. انا موافقه تماما على سيادتك بتقوله، بس هرجع التحدي تاني. التحدي بقى اللي عندنا دي مش عقبه، دي تحدي. ده تحدي حقيقي. ده تحدي ما صعبه برضو، يعني حاجه مش سهله. بس انا عشان كده بقول لحضرتك يجب تطبيق قانون حاسم على الجميع. اصل انا دلوقتي عندي منظومه، المنظومه دي فيها بنك ناصر وفيها حاجات تانيه جنبها موجودين في هذه الدوله، فما ينفعش ان انا بص الاقي بنك ناصر فيما يخص منظومه النفقات بس لوحده، بس هو اللي بيشتغل او مثلا بيساعد في جزئيه معينه وهي جزء استقطاع، يعني جزء من النفقه نيابه عن المحكوم عليه، والباقي كله مش شغال او مش شغال كما ينبغي، او ما فيش قانون بيتطبق عليه، او في قانون وما بيتطبقش، او في قانون وبيتطبق ومش يعني حاجات كتيرة زي يعني كده. كلام حضرتك طبعا سليم، بس تسمحي لي اوضح اكمل يعني ناس المنظومات صحيح. اللي شغاله تكمل بعض، ما ينفعش ابقى معايا فريق كوره واحد بس شغال والتانيين بيلعبوا والتانيين كلهم عشان النسيج كله يكتمل. بس انا يمكن عايز اوضح لحضرتك يعني اليات للمنظومه بس. لو الحكم بيتاخد، القانون اتطبق، جزء من القانون اتطبق ان الحكم اتاخد ومستحق النفقه جات له جزء من النفقه كنوع من المعاونة لغاية ما نحصل على النفقة بالكامل، فده جزء آخر اتنفذ. لما يكون في إدارة متخصصة جوه بنك ناصر الاجتماعي بتقوم بعملية المتابعة للمدين وإرسال كل المخاطبات الرسمية وكيفية إن احنا ننفذ الكلام ده عليه وملاحقته، وعلى فكرة في استجابة كبيرة جدا حصل، يعني بتعرفوا تتواصلوا، احنا حصلنا جزء كبير جدا من النفقة اللي احنا سددناها فبتساعدنا. ما هي دورة يا فندم، انا لو انا ما اطلع بس نفقه وما معرفش حصل، طب انا هستمر ازاي؟ لا بالعكس، الاليات نجحت وناجحه نجاح، يمكن احنا كمان هندي دفع عليها اكثر بكثره المتخصصين القانونيين عندنا، نزود عددهم علشان كثره الاحكام اللي بقت بتجيلنا. بس في نجاح في ان احنا حصلنا وبنحصل مبالغ كبيره ونحصل مبالغ بالملايين، فبالتالي ده بيقدر يدينا ان احنا اعاده ضخ تاني في عمليه دفع مستحق النفقه.
فبالعكس لا انا عايز اقول لحضرتك لا الاليات يعني بصفه كبيره جدا انا شايف انها مطبقه. القانون خد مجراه انه طبق ادى حكم عليه. بنك ناصر بحكمه الاجتماعي قدم ما يستطيع من الخدمه لمستحق النفقه، عمل متابعه جيده وحصل جزء كبير منه، بس في جزء اخر لو مش بايدينا ادينا متابعين لسبب، لو هو غير عنوانه او اختفى في اي حته ما هو ده وارد. بس بكل الاليات بقى بنحاول نجيبه عن طريق الرقم القومي، بنحاول نجيبه عن طريق التامينات لو هو بيشتغل في حته، ويمكن ده التعاون المثمر جدا ما بين الوزاره اللي بتدينا دايما دعم وواقفه في ظهرنا دايما، واقفه في ظهرنا كمان على فكره في معظم ال يعني النفقه زي ما انا بقول لحضرتك، ما ده جزء اجتماعي، ده كان تحت رعايه مين؟ ما تحت رعايه الوزاره، والوزاره كانت مديه دعم فيه قوي. احنا كبنك ناصر قام بالاليات وعنده الخبره ان يقوم بالاليات، وعندنا دعم ان معالي الوزيره بالجهاز الكامل الموجود في الوزاره قام بالدعم. لا ده انا عايز اقول لحضرتك بالتعاون كمان مع الجهاز المصرفي، ان البنك المركزي برضو كان ساعد في هذا، ووزاره الاتصالات. لا في تعاون مكتمل ما بين جميع الجهات. انا الحقيقه سعيده بهذا المجهود، ويعني عفوا للانفعال دكتور خالد، بس انا دايما احب لما الاقي حد بيشتغل احب الناس تسنده. ده حقك طبعا، بالعكس ده حقنا كلنا. لما الاقي حد بيعمل حاجه كويسه لازم كل الناس تقف في ظهره. حقنا كلنا ان احنا نحافظ على حقوق العملاء والمواطنين، ما احنا منهم. يعني على لا انا عشان كده كنت بطالب ان الجهات تساعدكم، مش قصدي يعني صحيح ان الجهات يجب ان تساعد، صحيح ان هي تقف جنبكم جنبا الى جنب. سعيده بالعكس الحمد لله، يعني ما لمسناه بالعكس احنا لمسنا دعم، مش مساعده بقى ده دعم كمان، يعني المساعده ممكن تكون يعني ليها نسبه، لا ده احنا عندنا دعم كامل بيتم من الوزاره، وده دعم قوي جدا من نستند اليه بصراحه، وكمان تنسيق مع وزارات اخرى. وعلى فكره عندنا مشاريع مع اكتر من وزاره، وزاره البترول عندنا معاها مشاريع، البنك المركزي المصري ودعمه لينا المشرف، وزاره التضامن وهي الاساس للدعم لينا طبعا. لا احنا عاملين تكامل منظومه مصرفيه واجتماعيه عملاقه ممثله في بنك ناصر الاجتماعي، 93 فرع في انحاء الجمهوريه. يعني مجهود رائع فعلا، بشكرك جدا. مجهود زملائي كلهم مش مجهودي انا والله، انا بشكر يعني بشكرك طبعا بشكرك. واكيد تحياتي لجميع العاملين في بنك ناصر، من اكبر حد لاصغر حد فيهم. شكرا مره اخرى دكتور خالد يكن، مستشار رئيس مجلس الاداره والمشرف على قطاع نظم المعلومات ببنك ناصر الاجتماعي. بشكرك حضرتك. شكرا مشاهدينا للمتابعه، وشكرا لكل الناس اللي كلمتنا النهارده، ارجو تكونوا استفدتم من الحلقه. أراكم غدا إن شاء الله 9 صباحا بتوقيت القاهرة، صباح جديد وصباح دريم، فكونوا على موعد.